صباح الخير والجمال مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده الجمعه 29 يوليو 2016 9 صباحا بتوقيت القاهره. يوم سعيد عليكم ان شاء الله. زي ما اتفقنا وزي ما نوهنا امبارح، فقرتنا الرئيسيه الاولى بعد فقرتنا الاخباريه مباشره هيكون معانا فيها دكتور احمد هارون مستشار العلاج النفسي، وزي ما وعدناكم يوم الجمعه اللي فاتت هنكمل كلامنا من اخر حاجه انتهينا منها يوم الجمعه اللي فاتت والخطوات اللي احنا لازم نعملها علشان نتغلب على الاحباط. واضح ان في ناس كتير جدا كانت عايزة تكمل هذا الموضوع، عشان كده احنا ان شاء الله هنكمله معاكم النهاردة على الهواء مباشرة، وان شاء الله هنستقبل تليفونات حضراتكم واستفساراتكم، وكمان هنحاول ان احنا نستفيد مع بعض من هذه الفقرة على قد ما نقدر. مستنيين طبعا ارائكم او مقترح او اي سؤال على ارقام تليفوناتنا واسمسز، وكمان على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم. مشاهدينا مرة تانية بصبح عليكم، واستنونا بعد الفاصل والأخبار المحلية. نبدأ أخبارنا المحلية من الوطن. والسيسي: النهوض بالتعليم والثقافة يساهم في ترسيخ قيم المواطنة بين المصريين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعددا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أثناء هذا اللقاء على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين. شدد أيضا على أن ما يمر به واقعنا الإقليمي الآن يعد دليلا دامغا على أهمية تمسك المصريين بالقيم المجتمعية الأصيلة التي تميز بها المجتمع المصري، وتحميه من أي محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، والذين عاشوا طبعا جميعا كوحدة واحدة عبر عقود ممتدة. أوضح الرئيس أيضا أن النهوض بقطاعي التعليم والثقافة سيساهمان بلا شك في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين أبناء مصر. وأعرب البابا طوادروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس عن الشكر والتقدير للرئيس على موقفه من أجل تعزيز قيمة المواطنة، فضلا عن حرص الدولة على ترميم الكنائس المضارة جراء الأعمال الإرهابية واهتمامها أيضا ببناء الكنائس في المدن والتجمعات السكنية الجديدة. نروح لجريدة الشروق. والسيسي: ندعم حرية الصحافة وأخبار جيدة خلال شهرين بشأن الاقتصاد. قال عضو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب حاتم زكريا أن لقاء الاتحاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مثمر وناجح، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على دعمه لحرية الصحافة والإعلام ووجود هامش كبير من حرية الإعلام الفترة المقبلة. أضاف زكريا أيضا نقلا عن الرئيس: تجارب الشعوب هي من تفرض سياسته الإعلامية وتحدد مساره المستقبلي في كافة الاتجاهات سواء سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، ولم نعد في رفاهية فرض سياسة معينة على الشعب. أوضح زكريا أيضا للشروق أن الرئيس قال خلال اللقاء أن مصر لا تبحث عن دور مستوى الوطن على مستوى الوطن العربي، ولكن الناس والشعوب هي من تقرر، مشيرا إلى وعود إيجابية من الرئيس بشأن مساندة الإعلام وحرية الصحافة. وأيضا طمأن الرئيس الحاضرين خلال اللقاء على الوضع الأمني والاقتصادي لمصر قائلا: ما فيش دولة عندها أمن متكامل، ولكن الأمن في سيناء تحسن عما كان في السابق وبقى في أمان، وسيكون هناك أخبار جيدة خلال شهرين بشأن الاقتصاد. من جريدة الأهرام: والحكومة بعثت النقد الدولية تبدأ زيارتها للقاهرة السبت، والصندوق يرحب بالتعاون مع مصر في تمويل برنامجها. قال مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي رحب بالتعاون مع مصر في الحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي، وأعرب في بيانه عن تطلعه لمناقشة السياسات التي من شأنها مساندة مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعمها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام يعمل على توفير فرص العمل. أوضح أيضا بيان مجلس الوزراء أمس الخميس أن بعثة من الصندوق برئاسة كريس جارفيس ستقوم بزيارة رسمية لمصر اعتبارا من 30 يوليو الجاري،
وذلك لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن. ومن موقع انفراد، حبس هشام جنينة سنة وغرامة 20,000 جنيه في تصريحات الفساد. قادت محكمة جناح القاهرة الجديدة اليوم برئاسة المستشار هيثم الصغير حكمها في قضية اتهام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في الدولة، حبس لمدة عام وغرامة 20,000 جنيه وكفالة 10,000 جنيه. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح في القضية 5855 الجديدة لسنة 2016 لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم. من الوفد وزير التموين عن تقرير فساد القمح، مفيش جنيه هيروح على البلد. وتفاصيل خبر بتقول أكد دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي العجز بالقمح من خلال المحاضرة التي حررتها لجان الوزارة وتقصي الحقائق لا تتعدى 4% من إجمالي المورد وليس 50%، أي نحو 230 ألف طن من بين 5 ملايين طن تقدر بنحو 644 مليون جنيه مصري، وهي أرقام تقريبية. قال وزير التموين أيضا في اجتماعه مع المحررين البرلمانيين أمس الخميس، ولا جنيه فيهم رايح على البلد لأن هناك مستحقات متبقية للموردين تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه مصري، ومن لديهم خلاف في التصفية فهو ملزم وفقا للعقد ماليا وجنائيا بدفع الفرق بغرامة تقدرها هيئة السلع التموينية. بمعنى إذا كان هناك فرق 500 مليون جنيه هيتم دفعها 750 مليون، وهناك بوليس التأمين ضد خيانة الأمانة بخمسة مليار جنيه مصري. ده كان خبرنا من الوفد. نروح للفجر. ومصر ترتقي للمرتبة الثامنة ضمن أكبر 10 دول مساهمة في عمليات حفظ السلام. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر باتت من أكبر 10 دول مساهمة بقوات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك وفقا للتقرير الدوري الصادر عن إدارة عمليات حفظ السلام بالمنظمة، والذي يشير إلى ارتقاء مصر للمرتبة الثامنة ضمن الدول الأكثر مساهمة في هذه العمليات بعد أن احتلت المرتبة 13 خلال العام الماضي. وهو الأمر الذي يؤكد الدور المصري المتنامي داخل منظمة الأمم المتحدة، لا سيما طبعا في ضوء عضويتها بمجلس الأمن الدولي. أوضح أيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن زيادة المساهمة المصرية ببعثات حفظ السلام الأممية تأتي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز السلم والأمن الدوليين لا سيما بالدول الإفريقية ومساهمتها الفعالة في تسوية النزاعات والصراعات على مستوى القارة. من جريدة اليوم السابع، السلطات الألمانية تفتح تحقيقا جنائيا لمعرفة أسباب وفاة مصري في إيسن. في إطار متابعة السفارة المصرية ببرلين لملابسات وقعة وفاة المواطن المصري محمد عبد الفتاح سليمان النجار في مدينة إيسن الألمانية، تلقت السفارة صباح أمس الخميس مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الألمانية توضح فيها أن المواطن المصري قد توفي في أحد مستشفيات مدينة إيسن يوم 22 يونيو الماضي، وذلك بعد أن كان قد حاول الانتحار شنقا يوم 16 يونيو الماضي. أكدت مذكرة الخارجية الألمانية أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا جنائيا في المسألة، كما هو متبع طبعا في مثل هذه الحالات لمعرفة أسباب الوفاة، وأن هذا التحقيق لا يزال جاريا. قد أظهرت المؤشرات الأولية التي تم التوصل إليها أن الوفاة لم تحدث نتيجة تدخل من طرف ثالث، ووعدت السلطات الألمانية بموافاة السفارة بتطورات التحقيق. آخر خبر معنا في أخبارنا المحلية، من بوابة الأهرام، رئيس العربية للتصنيع يستقبل وزيري الزراعة والتعاون الدولي لبحث مجال التعاون لتصنيع الصوب. استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الدكتورة عصام فايد وزير الزراعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لبحث مجال التعاون لتصنيع صوب زراعية بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وبالتنسيق مع كل من الجانب الهولندي والإسباني لتصنيع الصوب الزراعية.
وفقا لهذا التعاون تكون الهيئة العربية للتصنيع تعاونت مع أحدث مدرستين عالميا في تصنيع الصوب الزراعية، وبالتنسيق طبعا مع أجهزة الدولة المختلفة بين وزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي ووزارة الري والقوات المسلحة لتصنيع صوب زراعية 100,000 فدان باستخدام التكنولوجيا المتطورة الموفرة لمياه الري. الكلام ده بيأتي طبعا في التعاون في إطار التنمية المجتمعية والدور الرائد المشترك للهيئة العربية للتصنيع كمؤسسات وطنية بتعمل على خدمة المجتمع. مشاهدينا التفاصيل في التقرير التالي. الحقيقة بحثنا النهاردة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات سيادة الرئيس، بحثنا الدراسات المبدئية اللي قمنا بيها في موضوعات ما يخص الزراعات المحمية. كلنا عارفين المشكلة المائية اللي بيتعرض لها العالم كله ومن ضمنها مصر، مسألة الشح المائي بقت مسألة خطيرة جدا بتأثر على حياة البشر. احنا في الهيئة العربية للتصنيع قمنا بجولات بلجان متخصصة من الهيئة في دول متعددة منها ألمانيا وهولندا وأسبانيا، وصلنا لتصور معين. وكان معانا خطوة بخطوة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة. احنا طبعا بنستفيد بإمكانيات وزارة الزراعة بعلمها في هذا الموضوع، بنستفيد بالتمويل اللي بتوفره الدكتورة ساحر النصر من خلال المنح والقروض اللي حضرتك تدبرها عشان نبتدي موضوع 100,000 فدان كبداية بصوب زراعية متطورة أحدث ما وصل إليه العالم. هنعمل صوبة تجريبية هنا عندنا في الهيئة العربية للتصنيع على مساحة حوالي 4-5 فدان. الصوبة دي هيبقى فيها كل حاجة تبقى موجودة في المجتمع الزراعي الصغير. التركيز قدر الإمكان في المرحلة الأولى هيبقى في شمال سيناء، ولو إن في بعض المشاكل اعترضتنا منها زيادة ملوحة المية وجودها على عمق كبير، إن المسائل دي بندورها على حلول إن شاء الله. في زيارة هيقوم بها وفد من وزارة الزراعة والهيئة الهندسية خدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي لثلاث دول متقدمة جدا في الزراعات المكثفة، هولندا، إسبانيا والمجر. الزيارة دي تبقى ما يقارب الأسبوع للتعرف على أرض الواقع لمدى التقدم اللي هم عاملينه في الزراعة المكثفة. وزي ما قال سيادة الفريق، إحنا لابد شئنا ما بين نتجه إلى الزراعة المكثفة نتيجة التأثيرات التغيرات المناخية والفقر المائي والشح المائي اللي حصل على مستوى العالم مش في مصر بس. إن شاء الله الهدف أكتر من جيد، وإن شاء الله نحقق اللي فيه صالح شعبنا. أنا بأكد إن إحنا شغالين في هذا البرنامج فريق عمل واحد، وفعلا ثماره بدأت تبان. بنتحرك سريعا بدراسة الجدوى، وبنتحرك برضو سريعا بالتعاون مع كل الدول والهيئات الدولية اللي عندها خبرة في هذا المجال. والحمد لله قدرنا بالفعل نتحصل على تمويل ومنح ان احنا نقدر نتحرك سريعا. ده يبقى ليه بعد تنموي مهم جدا، مش بس من ناحية لما نتكلم على الصوب، مش بس من ناحية الامن الغذائي، ولا من ناحية ان ده مشروع كبير هيوفر فرص عمل للشباب، هيزود الانتاجية في قطاع الزراعي. مصر المناخ جيد وعندنا كل الخيرات، احنا محتاجين بس نجيب التكنولوجيا الحديثة، وده المشروع ده هيضم نستعمل الموارد الشبابية اللي عندنا والتكنولوجيا الحديثة، وان احنا ان شاء الله نزود انتاجية بلدنا ويساهم على ارض الواقع في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة. مرة أخرى مشاهدينا وجمعات أخبارنا العالمية نبدأها من فوكس نيوز. وبابا الفاتيكان يسقط على الأرض أثناء إقامة قداس ببولندا. تعرض البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لموقف محرج إثر سقوطه على الأرض بسبب مرض عرق النسا أثناء إقامة قداس في أكبر كنائس بولندا. يقوم البابا بأول رحلة إلى أوروبا الشرقية بزيارة بولندا والتي تستمر 5 أيام احتفالا باليوم العالمي للشباب، وهو تجمع عالمي للشباب الكاثوليك. تعالوا نروح لآخر خبر معنا في فقرتنا الإخبارية من وكالة رويترز. الخارجية الأمريكية نشعر بقلق بالغ من إغلاق تركيا وسائل الإعلام.
قالت جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة قلقة للغاية من تقارير حديثة عن إغلاق تركيا لمعظم وسائل الإعلام، وأنها بتسعى حاليا لاستضاح الأمر من الحكومة التركية. كانت الحكومة التركية قد أغلقت 3 وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة و39 دار نشر في إطار حالة الطوارئ في البلاد، والتي يقوم بها أردوغان حاليا بعد فشل محاولة الانقلاب ضده. ده كان آخر خبر معانا في فقرتنا الإخبارية وفي أخبارنا العالمية. ومشاهدينا دلوقتي قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة، وهيكون طبعا معنا دكتور أحمد هارون، هنشوف دلوقتي التقرير خاص بناشئ كرة القدم بنادي دريم، وذلك بحضور أمهر لاعبي الكرة الحرة البريطاني كولين نيل. تعالوا دلوقتي هنشوف عن رأيه في الكرة الحرة، الفرق بينها وبين لعب كرة القدم العادية، ورأيه عن مصر عامة والأندية اللي فيها وأفضل لاعبين الكرة المصريين. نشاهد. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. والنهاردة الحمد لله يعني هو إيفنت منظم جدا حسب تبع إيفنتات الصيف، يمكن ده تلت إيفنت بنستهدف فيه شريحة كبيرة من أعضاء نادي باجز دريم لاند. النهاردة يوم احنا بندي دور كبير جدا للأولاد، رويال موديل بشخصية عالمية كولين نيل في الفري ستايلينج، فاحنا بنحاول دايما في إيفنتاتنا ان يبقى فيه مثل أعلى للرياضيين الصغيرين انهم يقدروا يبصوا على الأمثلة الكويسة علشان ان شاء الله في المستقبل يكونوا بطل لباجز دريم لاند. اولا هما بيهتموا بالسن الصغير، وبعدين عاملين تدريبات متنوعة، يعني مش كارير واحد او سكة واحدة او منهج واحد، لا، على حسب ميول الطفل اللي عايز كرة قدم، سباحة، تنس، كل الانشطة تقريبا موجودة. كرة البنات شايفاها تبقى حاجة كويسة يعني، وهيبقى ليها مكانة كبيرة في مصر زيها زي كرة الرجال ان شاء الله، لان في دلوقتي بنات كتيرة قوي بتعرف تلعب، فعشان كده هيبقى ليها مكانة. انا عايزه اطلع منتخب زي اختي يارا الكبيره، اطلع زيها كده. انا نفسي احترف بره كده زي رمضان صبحي يعني، محمد صلاح والناس دي كده، لان انا عايزه اطلع بحب الكوره يعني كده. No more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. A football player is a team game. You know, you got to train hard, same as freestyle football, but the game is played differently. So there's a lot of passing, shooting, heading, tackling, dribbling. There's lots of these things, but freestyle football is a little bit different. I mean, you got to work on your skills, your tricks, your combinations, your balance, and once you put them all together, you have freestyle football. It's completely different to football, but you can still use a lot of the skills in the same way that you can when you play football. حضراتكم ورغبات حضراتكم، حبينا ان احنا نكمل الموضوع ده، يمكن ما لحقناش ان احنا نكمله الاسبوع اللي فات، بس هنكمله ان شاء الله هذا الاسبوع، ونحاول ان احنا نستفيد مع بعض وفي نفس الوقت نستقبل تليفونات حضراتكم. بنرحب طبعا بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا مها، ازيك؟ الحمد لله. دكتور، احنا يعني الاسبوع اللي فات وقفنا عند الخطوات بتاعتنا بتاعت قهر الاحباط، عايزين كده بس يعني ايه نبتدي من اخر حاجه بدانا، اخر حاجه انتهينا منها الجمعه اللي فاتت، وعايزين نعرف بقى يعني هنكمل ازاي. طيب،
بصي، هو المرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن مهارات التغلب على الإحباط، وقلنا ان الإحباط ده في الأول هو شعور سلبي بيعمل لك شيء من الطاقة السلبية، بيكون أساسه أفكار سلبية مغلوطة عن نفسك أو عن اللي حواليك أو عن الموقف اللي انت فيه. الإحباط ده بيظهر في شكل إما أعراض سلوكية سلبية زي إنك تنسحب أو تتوتر أو تنفعل أو تتضايق، أو إما أعراض جسدية برضو سلبية زي إن الوزن يزيد أو الشعر يقع أو قولونك يلتهب أو ضربات القلب تزيد أو يحصل لك مشاكل صحية. أحياناً بتوصل لبعض المشاكل المزمنة زي الناس اللي بيحصل لها مشاكل في الأعصاب، والناس اللي بيحصل لها عمى هستيري، والناس اللي بيحصل لها شلل هستيري إنه يجيلك ومثلاً إيده ما بتتحركش أو الرجل ما بتتحركش أو نص الوش ما بتتحركش. ضيفي على ده بقى الصداع والسكر و إلى آخره. وقلنا المرة اللي فاتت إن مفيش حاجة اسمها قولون عصبي، مفيش حاجة اسمها سكر عصبي، مفيش حاجة اسمها ضغط عصبي، ولكن دكتور البطنة أو دكتور الأعصاب بيقول لك لو سمحت قلت شويه من عصبيتك وقلت شويه من توترك، لان انت ده بيوتر المريض زياده. لا ما تتعصبش، هو طب انا اعمل ايه دلوقتي يعني؟ هو بالظبط، هو الفكره بقى في ان انا اديك البدايل اللي تقدر تستخدمها، وعشان كده احنا نعمل ده النهارده. طيب الاسبوع اللي فات احنا كنا اتكلمنا على 5 خطوات لمقاومه الاحباط. 10 لا، احنا الاسبوع اللي فات قلنا 5 بس، ما قلناش كل العشرة. قلنا 5 صح، برافو عليك. عايزين نكمل بقى، يعني نعيد معلش الخمسة اللي فاتوا عشان الناس بس تفتكر معانا، ونكمل العشرة بقى. طيب بصي، هو فكرة ان انا اتعامل ازاي مع المشاعر دي، اولا ما ينفعش ان انا اقول انت ما ينفعش تحبط او انت متضايق ليه او بطل تتضايق. بالظبط، او بطل تتضايق. دي بتضايق الناس اكتر، هي دي بتوترهم اكتر. برافو عليكي، بتوقعهم في مشاكل نفسيه اكبر. يعني الاحباط هنا بتحول بقى من فرستريشن لديبريسد مود، ان انا ببقى متلخبط وداون على طول وحاسس ان انا مش قادر اتحرك ومش قادر ابقى وهكذا. لما جيت افكر نعمل ايه مع الناس، فقلنا نخرج بره دايره العيادات، وبقيت في كل دوله اسافرها احط بروجرام كده علشان ندرب الناس بابليك حتى، وياخدوا هم البرنامج ده ويبداوا يطبقوه. الفكرة أنا بس عليها من سنين إن الناس ما تحتاجش قوي إنها تروح لدكتور، وإن كل واحد يبقى ماسك الداتا في إيده اللي يقدر يتحكم بيها في نفسه. لو تخيلنا يا مها إن أنا اديتك عربية دلوقتي وإنتي مش عارفة قوي إمكانياتها، وإنتي بتسوقي العربيات العادية اللي كل الناس بتسوقها، فجأة إنتي بقى عندك عربية فيها إمكانيات أعلى كتير وفيها أوبشنز أكتر من اللي إنت كنت تعرفيها قبل كده، الطبيعي إن إنتي هتحاولي تكتشفي هذه العربية. من أهم قوانين الاكتشاف هو الإتلاف. تمام. يعني لما باجي اكتشف حاجة انا بأتلف فيها حاجة، وده اللي اغلب الناس تعمله مع نفسها خصوصا وهي متضايقة. يعني معلش يا دكتور تاني كده عشان الناس تفهم، يعني هو دلوقتي حد يبقى متضايق فيبتدي يعالج الضيق بتاعه ده بطريقة تبوظ له حاجة تانية. بالظبط، برافو عليك، ده اللي بيحصل فعلا. اللي بيحصل ان هو بيقرر ان هو يعالج نفسه بنفسه من غير ما يكون عنده المعلومات اللي يستخدمها لده. وقلنا ان اكثر الناس عرضة للاحباط هم اللي ما عندهمش معلومات، اللي عندهم نقص في المعلومات او خطأ في المعلومات. وقلنا ان جان بياجي رائد المعرفه في علم النفس كان قال ان كل المشاكل اللي الناس بتقع فيها بتقع فيها لسبب من اتنين، اما نقص في المعلومات عن نفسهم او عن اللي حواليهم، او خطا في المعلومات عن نفسهم وعن اللي حواليهم. جميل، بس معظم الناس ما بتبقاش عارفه ان عندها لا نقص في المعلومات ولا خطا في المعلومات. برافو عليك. لما بنيجي بقى احنا ندربه على ده، خدي بالك ان الاتيتود بتاعنا هو علاج الناس بدون ادويه وعلاج الناس بدون وهم، لان عندنا حاجه منتشره جدا دلوقتي في بلادنا العربيه اسمها العلاج بالوهم. العلاج بالوهم ده ايه؟ ان انت تلاقي حد طالع على الشاشه بيقول لك كلام ايجابي وكلام لطيف وكلام جميل وكلام هايل، فتروح تحجز عنده، فتروح تدفع 1000 ولا 2، يروح مدخلك اوضه ويمشيك في طرقه فيها ملح ويعديك على ازاز ويقول لك انا اسحب منك الطاقه وهديك طاقه تانية وخد الحجر ده والبسه وهتبقى حاجه كده شعوذه بس ببدله وكرافات. تمام، محدش يا جماعه يسمع كلام الناس دي ارجوك، حاجه بتبقى لو يعني ده بيضر للغايه. واحنا برضو بنلوم على الناس اللي احيانا بتصدر للشاشات ناس مش كواليفايد. ما هو ده بقى نقص في المعلومات كمان، ده نقص في المعلومات او خطا في المعلومات. أو ان خطأ. انت واحد امبارح كلمني فقال لي ارجوك انت لسه في مصر، انا هستنى الحلقه بتاعه بكره لان انا سمعت ان انت مسافر. قلت له يا فندم انا هعمل الحلقه بتاعه بكره. فقال لي انا اول مره اتعامل مع حد كده ومش عارف، قاعد يقول كلام كده لطيف جدا كتر خيره. فقلت له انا عايز اسالك سؤال، هو انت قبل ما تنبهر بالكلام ده سالت نفسك هو انا متخصص في ايه؟ طب جه على بالك هو ده دكتور اصلا ولا مش دكتور؟
طب فكرت تسأل هو أنا معتمد أو يعني حد عندي لايسنس ولا ما عنديش؟ فالراجل قال لي لا ما عنديش، يعني ما فكرتش في الكلام ده. قلت له أنا آسف، هي هو ده اللي أنا عايزه منك ومن كل الناس، وأنا هنوه بكرة مع مهل المسألة دي. صحيح. أني مش كل واحد يعجبك كلامه تقول خلاص ده الراجل ده يعني حاجة ما حصلتش، لا دور وتحرى، ودي من أكبر المشاكل اللي بتحصل. تمام. أوكي؟ تمام. طيب الخطوات. طيب الخطوات بقى يا دكتور عشان الناس. بصي هو برنامج، الناس تحب تكتب كده. انا كمان بحب اكتب. يلا انت بتكتبي بالشمال؟ لا يعني انت بتمسكي القلم باليمين وتكتبي بالشمال؟ لا بمسك القلم بالشمال واكتب باليمين، مش مشكله ويس. يعني يا دكتور مش طيب. يعني ما بتمسكيش القلم بايديك الاثنين؟ لا لا انا بحس ساعات انت حاضنه القلم يا ما. يعني انا بحب اكتب. النهارده احنا هنستخدمك يعني استخدام كويس جدا للناس، وممنوع عليكي انك تقولي لي لا. طيب خليهم بس يستنوا لغايه اخر الحلقه هنشوفوا ايه اللي هيحصل فيا. انا شخصيا لسه يعني مش عارفه. ممنوع عليكي انك تقولي لا انا مش هعمل كده، اقول لك تعالي هنا تقولي لي حاضر، قومي هنا تقولي لي حاضر. طيب. مش عايز اسمع منك غير كلمتين، حاضر ونعم. ده مني انا يا دكتور؟ ايوه حاضر. طيب. تزيد الانثى جمالا. لا مش مشكله خالص على فكره. كويس. طيب البرنامج بتاعنا اسمه بالرغم من وليس بالرغم ان. كل الناس اللي احبطت في حياتها هتقول لك بالرغم اني عملت وعملت وعملت الا ان حصل لي 1 2 3 من المشاكل. بالرغم اني عملت وعملت وعملت الا ان انا وقعت في نفس المشكله مع ناس تانية. احنا بنقول لك بالرغم من، بالرغم ان الناس اللي حواليا بتعاديني وتحاربني بس انا هنجح. بالرغم ان انا قابلت ناس في حياتي كانوا نماذج سلبيه كتير بس انا هعدي. بالرغم من ان انا قابلت في حياتي صعوبات معينه بس انا هوصل. بالرغم من ان انا ما لقيتش حد يقف جنبي ويسبورتني بس انا هعمل. بالرغم ان انا ما لقيتش حد يساعدني زي ما انا كنت متوقع بس انا هحقق اللي انا عايزه. ده كلام جميل بس ازاي ننفذه بقى؟ ازاي عشان في ناس مجرد ان هم بس بيسمعوا الكلام ده ويقولوا احنا مش قادرين ننفذه فبيجي لهم احباط زياده. ممتاز. احنا دلوقتي هنعيش معاك حوالي 10 خطوات. ال10 خطوات دول هم برنامج لو انت طبقته ودربت نفسك عليه كويس انت هتعمل حاجه اسمها العلاج الذاتي. انا بديها لك هديه لاني بحبك يعني فعلا. العشر خطوات بتوع العلاج الذاتي. طيب. البرنامج ده اسمه 10 خطوات لقهر الاحباط. قهر دي جايه منين؟ كومبالشن. ان انا بقهره بقهره بس لما اعرفه هو ايه، لما افهم العربيه دي بتتكون من ايه فاعرف كويس اتعامل فيها. معها ازاي. والاهم من ده يا مها ان انا اعرف استمتع بيها. بس عايزة أقول حاجة، يعني هو الإحباط موجود، كون إن أنت يعني الإحباط موجود بس أنت تعرف إزاي تتعامل معاه، ده مش معناه إن هو مش هيبقى موجود، مش كده؟ بص أنت قلتي حاجة مهمة قوي دلوقتي، إن أنا أعترف الأول بوجود الإحباط ده أول خطوة في البرنامج. تمام. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنكر على نفسي إن أنا أحبط. يا معلش، أعترف بوجود الإحباط عامة ولا بإن أنا محبط شخصيا؟ الاتنين. أعترف بإن الإحباط ده حاجة موجودة وطبيعية، واعترف بان انا طبيعي جدا احس بيها. تمام. ولازم ده يحصل، خدي بالك لو انا انكرته، لو عملت الدينايل ده يبقى انا وقعت في مشكله كبيره قوي. طيب نبدا. ليه؟ اول خطوه اسمح لنفسك بالاحباط. طيب اسمح لنفسك بالاحباط يعني ايه؟ هنقوله بخطوه خطوه. يعني ايه اسمح لنفسي بالاحباط؟ يعني لما يحصل لي موقف صعب احبط، لما اتخدع في حد قريب احبط، لما اتضايق من حد حواليا احبط. لو انكرت على نفسي هذا الاحباط وقررت ان انا اكون ايجابي فور ايفر هكتم المشاعر دي فهتبتدي. تخيلي البرسوناليتي دي عامله زي الاستك. الاستك ده عشان ينتج لازم يكون مشدود. انا قررت ان انا اشده قوي، اشده على الاخر بقى عرضه لايه؟ ان هو يتقطع. لو ما سمحتيش لنفسك بالاحباط الاستك ده هيتقطع. تمام. بعض الناس اسمح مش استسلم، مش كده؟ اسمح. اسمح الاول بس اسمح ان دي مشاعر طبيعيه. اعترف يعني اعترف طبعاً. مجرد ان انا اعترف حصل المشكله دي وقعت بالفعل فانا محبط بسبب المشكله دي، بس هقرر هنا ليه بسمح لنفسي؟ عشان ابقى هين مع نفسي شويه. رحم الله امرئ هين لين. حتى مع نفسه قبل ما يكون مع الناس. يعني ما تنكرش على نفسك انك من حقك تحبط. ناس كتيره مثلا كنت لسه في دولة عربية بره، فالناس تقول لي ايه هو انت ليه مش تاخد غير عدد معين من الاستشارات؟ فاقول له انا ليا طاقة معينة. والجيم اللي احنا هنلعبه مع بعض اللي هو السيشن، الجيم دي لازم اكون انا بكامل طاقتي الذهنية، فانا ما ينفعش انزل لارض الملعب بتاع السيشن اللي ما بيننا وانا مش في كامل لياقتي النفسية. جميل. عشان كده لازم نسمح لبعض بوقت معين تكوني فيه لوحدك، وده هنقول لك ازاي.
تمام okay. طيب اول حاجه نسمح نعترف ان في مشكله، نعترف ان احنا اتضايقنا واحبطنا من هذه المشكله. كويس تمام. بس هنسمي المشكله دي بمسميات تانية. لما جينا تتبعنا تاريخ الناس اللي نجحت في حياتها لقينا ان هم كانوا بيستخدموا مصطلحات شبه اللي احنا بنقولها بس ايجابيه. زي ايه؟ لما اجي اقول انا عندي مشكله، عقل الباطن بيبرمج كل اجهزتي الداخليه ان انا في مشكله ولازم اتضايق ولازم احبط ولازم اقع، حتى لو انا بحاول ان انا ما احبطش. حتى لو انا بحاول لكن لما اقول انا عندي تحدي، عقل الباطن ده ما بيفهمش، خدي بالك العقل الباطن ده ما بيفهمش، كائن متخلف ما بيفهمش خالص، ومبرمج على السلبيات، يعني ان لم تزقيه لقدام هو اوريدي راجع لورا تمام. فلما اقول انا عندي تحدي لقينا ان في تحفيز بيحصل لانه ما بيقبلش اللفظ السلبي، ما بيقبلوش، ما بيترجموش. طيب نعترف ان في مشكله وسميها صح. يعني مشكله نتج عنها تحدي معين، فانت هتضطر ان انت تتعامل مع هذا التحدي لانه موجود، هو اول واقع في حياتك. تمام. دي اول حاجه. الثانية عيد تجهيز ادواتك. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية. عيد تجهيز أدواتك. يعني إيه؟ قلنا في الحلقة اللي فاتت إن كان عندنا اتنين نجارين، الاتنين بيشتغلوا بنفس الكفاءة، والاتنين بينتجوا إنتاج مختلف. واحد مرتاح، واحد مش مرتاح. لقينا إيه؟ لقينا إن الشخص الأولاني يعني اللي هو مش مستريح ده بيشتغل كتير، 7 أيام، أطول عدد من الساعات ممكن، بقوة هايلة، وإنتاجه أقل من الشخص اللي بياخد 2 يومين أجازة وبيشتغل عدد ساعات أقل في اليوم. ليه؟ ودايما يعني في واحد فيهم بينتقد التاني، يقول لك ما انا بشتغل اكتر منه بكتير، وهو قاعد بيشتغل له 2 3 ساعات في اليوم، وانا بروح الشغل. هو ده هنا ما اسموش نقد، اسمه اسقاط. اسقاط متضايق منه قصدي، يعني حياتك ناس مش ناجحه، وناس ما قدرتش تنجح زي ما انت حققت نجاح معين. الناس دي هتلوم عليكي جدا وهتنتقدك جدا، مش لشيء الا لان انت نجحتي وهم فشلوا، ومش هيسالوا نفسهم انت نجحت ازاي، ولا هيفكروا مش ازاي، هم بيسالوا انت نجحت ليه مش ازاي. كويس. يعني ازاي دي، يعني لو ازاي تبقى كويس، هتبقى حاجه كويس. نفس الكونسبت، نفس المساله بالظبط. هو مفهوم واحد، ان هو ما بيفكرش الشخص الناجح ده عمل ايه عشان ينجح، بس هو دايما او مر بايه او حصل كده، هو بيشوف النتيجه القشور، يعني النتيجه اللي في حياتك. شخصيات تعاديكي، تقف ضدك، تتكلم عنك وحش، تتعامل معاك بشكل سيء. لذلك ربنا قال ايه؟ فدع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اتجاهل. انت مش معالجه نفسيه علشان تقفي عند اضطرابات الناس النفسيه، لانك هتقابلي في حياتك ناس كتيره مضطربه، ولو كل الناس واحد كان الدواء لكل الناس بقى واحد. بس كل واحد بياخد دواء مختلف، لان مش كل الناس عندها نفس الامراض زي بعض. تمام. وصلت؟ تمام. طيب اعيد تجهيز ادواتي ازاي؟ الادوات. لقينا ان الراجل اللي بياخد 2 يومين اجازه ده بياخد يوم ما بيعملش فيه حاجه خالص، ودي خطوه من الخطوات، ويوم تاني بيجهز ادواته، يسن المنشار بتاعه، يجهز العده بتاعته، فما بيحتاجش نشاط بدني جامد وهو بينشر في الخشب، فبيحافظ على قدرته، بيرفرش، وما بيحتاجش ان هو يشتغل عدد ساعات طويله عشان ينتج اكتر. هو بالفعل لما بيحسن من ادواته بينتج اكتر في وقت قليل. وده تمام. احنا بنسميه العمل بذكاء مش بجد. واحد يقول لك اشتغل بجد وشيل وحط واعمل، طب انا ممكن اشتغل بذكاء، يعني ممكن اعمل حاجه فيها ذكاء اكتر. قبل كده حد سالني، هو انت بتعمل كل ده ازاي؟ يعني ازاي اتصل الصبح الاقيك في مصر، بعد الظهر الاقيك في دبي، بالليل الاقيك مش عارف فين، بتعمل ده ازاي؟ قلت له اي حاجه غيري يقدر انه يعملها، مؤكد في حاجه انا بس اللي اقدر اعملها. كل واحد عنده قدرات معينه بالظبط. لذلك اي حاجه غيري ينفع يعملها لي بخليه يعملها لي، لاني متاكد ان في حاجه انا اللي لازم اعملها. السواقه، في حد غير ينفع يسوق، خلاص يبقى هو اللي يسوق. التليفون، حد غير ينفع يرد عليه، هو اللي يرد عليه. السوشيال ميديا، حد غير ينفع يبقى مسؤول عنها. ما تبقاش طول الوقت عايز تعمل كل الحاجات انت بنفسك، ما تبقاش انا مستهلك في هذه الامور، وتهلك نفسك في كل حاجه. برافو عليك، حلو قوي اللفظ ده. ان انت بتستهلكي فعلا في هذه الامور. تمام. الأمهات وأنا قصدي أمهات معظمهم بيعملوا الحياة، تهلك نفسها في كل حاجة يا عيني. وبعدين بتفاجأ بقى بالمفاجأة. المفاجأة. نمرة 3، الخطوة الثالثة، تجنب إدمان العمل. بصي، في واحد بيكون فاكر خطأً إنه عشان يثبت نفسه كويس لازم يشتغل أطول وقت ممكن وأكبر جهد ممكن. لا،
الناس الكتيرة اللي كانت، انا فرحت قوي بنتائج الثانوية العامة، الناس اللي كانت بتعدي عليا في السنتر وفي العيادة وتجيب لي هدايا ما شاء الله، حاجة كانت لطيفة جدا ان اغلبهم كان فوق ال 98 رغم ان هم في وقت من الاوقات كان عندهم مشاكل وكانوا بيقولوا ده انا مش عارف اذاكر وانا هقع وانا هبهدل وانا هنهار وحاجات كده. الفكرة ان احنا بنديك بس ملكات بسيطة تعرف تمانجمنت بيها عقلك فتذاكر اقل وتحقق نتائج بعد كده. بقى بمناسبه ان احنا يعني معلش الاربع اللي فات كنا بنتكلم على حكايه الثانويه العامه دي، فان شاء الله قبل ما تبداوا الدروس والسحله بتاعت الدروس دي نعمل لكم حلقه عن موضوع المذاكره، لان ان شاء الله صعبوا عليا قوي المره اللي فاتت يعني. لا هم كل اللي بياخد الداتا ازاي يستخدمها نفس فكره العربيه، طبقي مثال العربيه ده معانا. آه ان انت طبعًا. بتتعلم ازاي تذاكر فبتذاكر اقل وبتذاكر احسن. طيب ادمان العمل فرق كبير بينه وبين ان انا احب عمل، يعني احب اعمل حاجه انجح، ان انا انجح في عمل او احب معنى الحاجه إن أنا اللي انا بشتغلها. ايوه برافو تمام. بس في ناس بتبقى هي هو متخيل يعني ان هو طول ما هو ما بيشتغلش او مش قاعد في مكتبه او مش قاعد في شغله ايا كان بقى شغل محل مكتب ايا كان هو مقصر، ده بيبقى تعبان أيوة. نفسيا طول الوقت. هيل هيل. احد الجزر في شرق اسيا كانوا قائمين على صيد السمك وبيعه، فوصل واحد من دولة أوروبية وقال لهم يا جماعة انتوا ليه عندكم أسماك كويسة جدا، انتوا بتشتغلوا قد ايه؟ قالوا له احنا بنشتغل من الفجر لغاية الساعة 9 الصبح. تمام. فقال لهم وبعدين بتعملوا؟ قالوا ما فيش حاجة، بس احنا بنبيع لكم السمك اللي انتوا بتيجوا تاخدوه ده وخلاص. فقعد مع كبير هذه القبيلة وقال له انتوا انا بعرض عليكم ان انا اجيب لكم مراكب اكتر مجهزة اكتر. ليه؟ بيسألوا ليه؟ قال له عشان تصطادوا عدد ساعات اطول. ليه؟ عشان تكسبوا فلوس اكتر. ليه؟ عشان خاطر تبقوا اغنياء اكتر. ليه؟ عشان تبنوا بيوت اكبر. ليه؟ عشان تعيشوا في رفاهيه اعلى. ليه؟ عشان تقعدوا مع اولادكم وتستمتعوا بيهم وتفرحوا بيهم. قال له انا اسف احنا من دلوقتي بنقعد مع اولادنا وبنستمتع بيهم، مش محتاج اعمل كل اللي انت بتقول عليه ده. واصله لك؟ تمام. فبعض الناس بتعيش في ديليوجن او اوبسيشن. آه. احيانا بيبقى شيء من الوسواس واحيانا بيبقى ضلاله كبيره. آه. ان انا لازم امن نفسي، لازم امن عيالي، لازم 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 جات لازم. لنا على فكره دكتور شكوى يعني لما اتكلمنا على حكايه ادمان العمل دي الاسبوع اللي فات كان في ناس يعني اتكلموا معايا وقالوا لي احنا عندنا نفس المشكله، طول الوقت انا لازم امن ولادي، لازم اعمل مش عارفه ايه، طول الوقت عندي كابوس ان انا ممكن الصبح اصحى الاقي معيش فلوس وما اعرفش اودي ولادي المدرسه، فما طول الوقت عندهم نفس المشكله. خدي بالك ان الناس دول دايما بيعيشوا في طاحونه كده. بيبقى كأنه مربوط في ساقية، عفوا يعني. أحد الناس اللي كانوا أغنية جدا، أنت عارفة السويد فيها عدد كبير جدا من الناس الأغنية حول العالم، واحد منهم في وقت من الأوقات، كلام ده في بداية الألفينات، ابتدى رصيده ينزل بالسالب. يعني وصل لأنه بعد ما كان مالتي مليونير بقى مديون. بقى إيه؟ مديون. مديون. ففي حد زي ماها كده شغوف بيمسك القلم بالشمال ويكتب باليمين، عجبه قوي الموضوع ده فقرر انه يعرف الراجل ده ايه اللي وصله لكده. راح رايح له وقال له انا عايز اسالك بس سؤال، انت كنت غني جدا، ايه اللي وصلك في وقت قصير ان انت بقيت كده؟ قال له والله انا ما اعرفش، بس اللي انا فاكره ان انا لما كنت بخرج من القصر بتاعي اركب العربيات بتاعتي واروح اقعد في اليخت بتاعي وسط الجزيره بتاعتي كنت بسال نفسي سؤال واحد بس. هو الكلام ده هيروح مني امتى؟ طيب الناس اللي خايفة، أنا فهمت، ما أنا حاول أفهم الناس، بس الناس اللي خايفة إن هي تفقد حاجة، طول ما أنت عندك إحساس الخوف ده هتفقدها. هتفقدها. تمام. دايما ما دمت تخاف بتصطنع هذه المخاوف أنت هتعيشها. عارفة اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. ده نفس الكونسبت بالظبط. حقيقي فعلا. العفريت ده عقلك الباطن. لما تعودي تجهزيه وتهيئيه ان انت هتفتقدي، انت بتفتقدي حقيقه. او كان في احد الوزراء قبل 2011 كان عنده هذا الكابوس بالظبط، فاكره انت الراجل الجميل ده وكان بيقول هيحصل كذا وهيحصل كذا، هو كويس ان هو كان عنده الكابوس كل ده يعني يوم. لا هو فعلا يعني انا اشفقت فعلا عليه لما سمعت حاجه زي كده، كل يوم بيحلم ان هو خرج من منصبه. يوميا بيجي له هذا الكابوس لمده سنين بقى طويله، مش عايز اقول لكم هو كان كابوس الحقيقه ليه، لكن كان حلم جميل جدا بالنسبه لنا. كانت حاجه رائعه يعني. طيب تجنب. طيب نقول بقى نكمل بس دكتور معلش بسرعه عشان حاضر. لا بسرعه، ده احنا الناس المره اللي فاتت. طيب يعني انا هقول حاجه عشان في ناس كتير دلوقتي بعتت بتقول انتوا ما بتردوش على التليفون ليه، احنا هنرد عليكم كمان 10 دقائق بالظبط، ما تزعلوش، احنا بس عشان نستفيد فهنبتدي نستقبل التليفونات كمان 10 دقائق. ما عارفه الناس عندي على الصفحه بتاعتي والناس عشان الناس اللي عند الدكتور على خبر ابيض قاعدين سلخني موت. عارفة حرام عليك. انا شايفه الكومنتس بتاعت الناس اللي عند الدكتور كمان، وان هم متضايقين ان في تليفونات كتير، بس الناس اللي هنا متضايقين ان مفيش تليفونات، فهنوزن عشان ما نزعلش حد خالص. خلاص هنوزن. الاتزان ده بقى اعمله ازاي؟
كمان 10 دقايق امسك القلم بالشمال واكتب باليمين ده توازن طيب تسمعوا كلامي نمره 4 طيب نمره 4 احنا قلنا تجنب ادمان العمل ده لا انا هعمل بذكاء مش هعمل بجد بس تمام علشان ممكن ادخل في حاجه اسمها البيرن اوت سيندروم اللي هي متلازمه الاحتراق في العمل تمام يعني تلاقي حد طول النهار والليل رايح جاي مش عارف اعمل ايه كذا كذا وخدي بالك ده منتشر اكتر عند الصحفيين والاعلاميين شكرا يعني في مقال انا كتبتها دي عملت صدى لطيف قوي ان الصحفيين اكثر عرضه للتوتر والضغط والاكتئاب طيب شكرا يا دكتور ليه لانه دايما لازم يكون مختلف للاحسن ما هو هم كتير فلازم واحد فيهم يكون متميز عشان تكون متميز هو متخيل ان انت لازم تفضل تهري في نفسك 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع وده مش حقيقي ده مش حقيقي خالص انت بس تعرف من اين تؤكل الرقبه مش الكتف كل الناس تجري على الكتف سيب الكتف وروحي على الرقبه ماشي طيب طيب رقم 4 لا 4 ايه ده احنا 4 دي اذهب لمنطقه النوثينج دي 4 دي 4 يعني ايه النوثينج اللاشيء ده موقع جميل قوي انا بدعو كل الناس ان هي تمارسه جرب كده النهارده بعد ما تخلص الحلقه وانت بتحاول تطبق ال 10 خطوات دول في حياتك لمده 7 ايام بس لو جالك احباط تاني قول الراجل اللي قدامي ده الاثنين دكتوراه بتوعه في الهواء طب اسمعوا يا جماعه ارجوكم النوثينج ده انا بعمله شخصيا كل يوم على فتره طويله قوي اقفل موبايلك اقفل الواتس اقفل الفايبر اقفل اللاين شيل ايبادك شيل اللابتوب اقفل الكمبيوتر اقفل التلفزيون ما تستقبلش اي حد ما تخشش على الفيس وقعد ما بتعملش حاجه وما عندكش هدف محدد مده قد ايه يا دكتور مش اقل من 15 دقيقه يوميا يعني يقعد في اوضته او يقعد في اي مكان في اي مكان ما فيهوش اي حاجه اجبر نفسك انك ما تفكرش في حاجه هل اي حد اسمها ممكن؟ منطقه اللاشيء هيبقى صعب عليك قوي في اول يوم او اتنين او ثلاثه احد الناس اللي كنت بدربه على التكنيك سؤال. معلش ده معلش الاستاذ كامل بيسال بيقول انا لو عملت كل ده برضو هفكر غصب عني كويس استاذ كامل في واحد جالي طيب هو بيقول كده بيفكر اكتر معلش لازم ارد عليه بقى لان مفيش حاجه تانية يعني مفيش شغله ولا تليفون ولا حد بينادي عليه ولا حد بس هيفكر بقى ده اللي احنا هندربك عليه في نهايه الحلقه مش عايز طيب انا اعمل فيكي ايه النهارده يا موري. استاذ كامل هو هنشوف بقى في الاخر هنخلي واحد دكتور تقريبا هيجيب حاجه ويخبطني على دماغي افقد الذاكره عشان توقف خالص في الاخر بقى لو قدرت في وقت معين ان انت توقف كل هذه الافكار طبعا. احد الناس قال لي ايه قال لي يا دكتور انا بقف 14 دقيقه بقى لي 7 ايام بقف 14 دقيقه زي ما انت قلت واجي في الدقيقه ال 15 اقول ايه ده انا كل ده ما بفكرش في حاجه ده الدكتور هيبقى مبسوط مني قوي طب ما انت كده بتفكر كده فكرت على فكره بالتدريج طيب خلينا نشوف النقطه الرابعه دي في الاخر خالص هنشرحها لحضراتكم ندخل على 5 عشان لسه فاضل التانيين بقى عشان نمره 5 تمتع بالراحه يعني ايه تمتع بالراحه خدي بالك الناس بتفهم الراحه انها شيء من الدلع او اخد اجازه واقعد او شيء أو كل الناس تاخد اجازه وكل الناس تروح الساحل كل الناس تروح البحر وكلهم بيرجعوا مكتئبين حقيقي على فكره نسبه الطلاق بتزيد في الصيف نسبه المشاكل الزوجيه بتزيد بقول لك انا غير جو اروح اغير جو وارجع طب ما فيش اي حاجه انا مش غيرت جو انا غيرت مناظر يعني بدل ما اشوف النيل شفت البحر هو ده اللي حصل مفيش اي حاجه لقينا ايه من جمله النفوس اللي بشوفها كل يوم الناس خدت اجازه طلعت تصيف رجعت متطلقين متطلقين اصلا على طول يعني الاقل بقى وطئه سافروا رجعوا متخانقين الاقل وطئه وهكذا ايه اللي بيحصل هناك ان هو غادر اماكن ولم يغادر الهموم هو راح بنفس الهم اللي موجود في باله وبعضهم بينكر على نفسه مفهوم الراحة يقول لك يا دكتور انت بتطالبنا بالراحة ده انت ضد الفطرة الكونية اللي ربنا خلقها صححنا المرة اللي فاتت ولقد خلقنا الإنسان في كبد مش معناها المشقة ولا التعب ولكن الكبد هو عين الحقيقة أو طريق الاستقامة بس يا ريت يا جماعة نبطل نفكر ان يعني ربنا خلقنا عشان يعذبنا مفهوم الراحة ده بقى خدي بالك ان في الدين لو ما حققتيش الراحة يبقى انت بتعبد ربنا غلط
يعني وانت بتعبد ربنا لو ما ارتحتش لا انت بتعبد ربنا غلط. تمام. ازاي؟ تمام. في الصلاة ان ما جلستش جلسة استراحة صلاتك لا تصح شكلا. يعني وانا بصلي لازم تكون مرتاح في وضع الصلاة. لا جلسة الاستراحة اللي هي القيام من السجود. بس كل تمام. لو انا ما جلستش جلسة الاستراحة دي صلاتي لا تصح شكلا. تمام. وان لم اسكن في صلاتي يعني اظهر النون في تسبيحي واهدأ حتى يستقر دقات قلبي صلاتي لا تصح شكلا. طيب في خطبة الجمعة لو الخطيب ما قعدش جلسة استراحة ما بين خطبتين الخطبة لا تصح شكلا. فالأصل في الدين تحقيق الراحة. تحقيق الراحة حقيقة. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة دي إن لم تتحقق فأنت بتعمل حاجة غلط. مفهوم الراحة ده كونسبت مهم قوي. عشان كده بعض الناس اللي تقولك ده الراحة دي حاجة لا مش كويسة، لا أنت فاهم دينك غلط. أحد أساتذتي كان دايما مرة يعني وأنا بتعلم على قديه كان هو يخلص ركعتين مثلا في الحرم ويقعد انا اروح قايم ركعتين. فجي مره بيقول لي انت بتعمل كده ليه؟ قلت له عشان خاطر ربنا يحس بده ان انا قد ايه بلجأ له، قد ايه بحاول ان انا اثبت له ذاتي. فقال لي انت بتتكلم على انهي رب؟ فانا طبعا الكلمه يعني صدمت. ايه انهي رب؟ صدم. قال لي ربنا بتاعك ولا بتاعنا؟ خدي بالك انا بتكلم عن حد يعني حاجه عالم واو يعني. فقلت له هو رب واحد بس. قال لي انت غلطان، مين قال لك ان ربنا واحد؟ لما تلزمي العلماء تعرفي تفكري صح. فقال لي مش ربنا قال ومن الناس من اتخذ الهه هواه؟ انت بتتخذ الهك هواك. طيب يبقى هنا احنا عندنا التمتع بالراحه. الراحه. طيب دكتور دول خمس خطوات. دول خمسه عايزين نقول بس سريعا لان خلاص ال 10 دقائق قربوا يعدوا. حاضر. فنقول بس سريعا الخمسه اللي جايين عشان حرام بس الناس مستنيه والله على التليفون بقى. نمره 6 مارس الخيال واستمتع بيه. الخيال. بعض الناس بتشتكي احيانا من احلام اليقظه. احلامك مش اللي انت بتشوفه في منامك ولا اللي انت بتلحظه وانت سرحان. احلامك هي اللي انت بتسعى لتحقيقه فعلا. احلامك هي اللي انت بتمارسه في الواقع. ولكن لما بنشتغل وفي سنه خيال موجوده معانا لتحقيق الهدف لقينا ان مجهودك القليل ده بيتضرب في ثلاثه. يعني الدراسات اللي اتعملت لقت ان ساعه واحده انت بتشتغلي فيها وبتبذلي تلتها تلت الساعة دي في انك تتخيلي ان انت نجحتي واثبتت ذاتك ان الساعة مجهود بتساوي شغل يوم كامل. يوم كامل. طيب. بس لازم الاول تفترضي نفسك وتتخيلي نفسك وانت في المكانة دي وانت ناجحة بالشكل ده. تمام. أوكي؟ طيب. جميل. طيب رقم 7. نمرة 7 تجنب السلبيين والسيكوباتيين. تمام. بمعنى معلش يا دكتور بقى انا عارفه ان الناس بس مستنيك بقالها كتير بس يعني اتجنب السلبيين وسلا مش هينفع الناس تفضل تحكم على بعض ان ده سلبي وده سايكوباتي. حلو. فاعرفهم ازاي يعني؟ اعرفهم ازاي؟ دخلت الاستوديو صباح الخير وهيجي منين الخير يا دكتور؟ ده ما تقولوش بقى صباح الخير على طول. واحد كده لما بتيجي تكلميه صباح الخير يقولك ربنا يعدي اليوم ده على خير. ده شخص هتقابليه كتير في حياتك اللي هو اول ما تقابليه ازيك عامل ايه كنت منور في المؤتمر. اسكت منور ايه ده وانا طالع استلم الجايزه بطني كانت منفوخه مش قادر كنت حاسه انها هنفجر وبالليل كنت كاشف وامبارح كنت عامل اشعه وبعدين الدكتور قال لي خلاص ده انت قدامك 3 ساعات. ده مين ده بقى دكتور؟ ماله ده محبط ده سايكو ده سلبي. سلبي. النيجاتيف بيرسوناليتي هو الشخص الشكاي اللي بيقعد يشتكي دايما اللي بيقعد دايما كده يوقعك في الحاجات السيئه. تمام. قال النبي نافخ الكير وحامل المسك. صحيح. يعني ايه؟ واحد حاطط ريح طيب فانت قاعده جنبه بتشمي ريح طيب، واحد مبتسم، واحد بيكلمك بابتسامه، واحد بيخش يصبح على كل الناس اللي موجوده. احد الناس بقول له يا اخي ما انت مبسوط اهو، قال لي تصدق بالله حتى كلمه مبسوطين اخرها طين. طب ارد عليه اقول له الا بالله. طيب رقم 8 ده سلبي. الشخص السايكوباتي بقى اللي هو الشرير اللي بيخبص، اللي بيفتن، اللي بيوقع، اللي بيكذب. وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقه اللي فاتت وبارجع للحلقه اللي فاتت على اليوتيوب. احنا فعلا اتكلمنا عنه. طيب رقم 8 حاول من جديد دايما كل يوم. كل يوم. طيب كل يوم وانت بتصحى من النوم خدي بالك انا بصحى من النوم بقول ايه؟
ما بقولش يا رب اديني، لا الاول بقر اقر باللي عندي بالحاجات، اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر، بقول اللي عندي ثم اتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. تمام. ليه انا بقول؟ لان لما بصحى من النوم واقول نعم ربنا عليا، انا بقول لنفسي اللي هي في الغالب مش معايا قوي ومش عايزه مصلحتي جدا، بقول لها انت عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه، يا رب الدين المزيد، واستاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. طيب ده لازم يتقال كل يوم. ايوه النهارده احسن يوم في حياتي. ليه كده؟ من غير سبب. انا صاحي في كل النعم اللي كل الناس مش شرط يكونوا عايشين بيها. مش كل الناس عندها الحمد لله، مش كل الناس صاحيه باتنين ايد واتنين عين واتنين عين واتنين رجل واتنين كليه وفي حيطان وفي سرير، والجو اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقه ازاي لعب الزهر اللي قبل اللي فاتت. حقيقي. تمام. اوكي. رقم 9. طيب رقم 9، تجاوز الحدود ولكن لا تتجاوز الامكانيات. اتكلمنا برضو عنها. يعني تجاوز الحدود. تجاوز كل الحدود اللي انت عايز توصل بيها لاثبات ذاتك، بس لا تتجاوز الامكانيات المتاحه عندك. يعني من ضمن الاخطاء الكبيره، الدكتورات تانية بتاعتي كانت في اخطاء التفكير. وازاي اخطاء التفكير بتبوظ حياتك وتجيب لك المرض، وازاي بتجيب للناس الفقر، وازاي بتعمل لهم مشاكل. لقينا ان من اهم اخطاء التفكير الشباب يقول لك ايه؟ يا دكتور اللي هيبدا كبير هيعيش طول عمره كبير. ده خطا في التفكير. طبعا خطا. الفرصه ما بتجيش غير مره واحده. جمعت اغلب اخطاء التفكير ونشرتها في اول بطاريه في العالم العربي، بطاريه على مجموعه مقاييس لقياس اخطاء التفكير وتقييمها. ان شاء الله هذه البطاريه تحدث طفره في علم النفس المعرفي اللي هو العلاج بدون ادويه. تمام. لقينا الناس دي بتتعامل بشكل غريب قوي. ما ان هو بيقول مجموعه من الافكار هي غير سليمه بالمره، الفرصه ما بتجيش غير مره واحده، كل نفس ده فرصه. بالظبط. كل يوم ده فرصه. كل لحظه انت بتدرك فيها ان ليك رب مديك نعم دي فرصه. واخده بالك؟ تمام. طيب هبدا كبير. هو مين من الناجحين بدا كبير؟ ولا حد. ده بالعكس، ده اغلب الدراسات المسيحيه بتقول ان الناس اللي بتبدا كبيره بتنتهي صغيره. بتنتهي صغيره. ولا حد. تلاقي حد عمل ثروه كبيره جدا، جه ابنه خد هذه الثوره الكبيره ضيعها بالتدريج، وهكذا. يجي حفيده يقول هرجع امجاد جدي، يعمل ثوره كبيره جدا فيعمل ثروه اكبر. فيفقد اللي عمله عن طريق ابنه، وهكذا. ويفضل طيب. التاريخ يعيد نفسه. جميل. فانت تجاوز الحدود ولا تتجاوز الامكانيات، وكل فرصه انت بتعيشها حتى لو كانت صغيره. وقلنا ارجع للمقاله ازاي لعب الزهر اللي اتكلمنا عنها في الحلقه موجوده المقاله قبل اللي فاتت، موجود عندي على الصفحه تقدر تشوفها. طيب رقم 10 اخر حاجه دي اللي هقول لك عليها في نهايه الحلقه. هيقول لنا يعني ان شاء الله بدا يقول لنا. لا طيب. ده احنا هنستخدمك. يعني لسه لا احنا معاك ولسه ما غير مسموح انك تقولي غير حاجتين اللي هم هنشوف بقى الموضوع ده دكتور فهد. قولي ورايا. احنا لسه بقى مش هقول حاجه انا دلوقتي لسه. نعم. بقى نشتغل الاول. قولي ورايا. لا مش هقول حاجه. لا لا قول. نعم. نعم. وحاضر. وحاضر. ما تسمعش مني غير الاثنين ان شاء الله. يلا. ان شاء الله هنشوف. طيب معانا تليفون مع داليا من اسكندريه. ايوه يا داليا. صباح النور. طيب لو سمحتي بس ممكن توقفي في حته كويسه عشان الصوت مش واضح قوي. طيب سامعيني حضرتك كده؟ بنحاول بس وطي التلفزيون. لا هو واطي جدا. طيب اتفضلي. سؤالين للدكتور مرتبطين ببعض. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي سامعينك. انا عندي طفله عندها 6 سنين، بدأت ألاحظ عليها من سنة تقريبا إن هي بتعيد موقف معين أو حركة معينة أكتر من مرة. يعني مثلا تشم إيديها كتير. ليه حنين تعملي كده؟ تقولي مثلا عشان خاطر حاسة إن إيديها مش نظيفة. ممكن لو لابسة مثلا بيجامة فيها توكة أو فيونكة أو أي حاجة من كده تفضل تعدلها كتير. عندها كم سنة؟ 6. عندها 6 سنين. طيب هسألك على حاجة ممكن؟ أيوه اتفضل. وهي ماشية على السيراميك عندك في البيت بتتجنب إن رجلها تيجي على الخط ما بين البلاط مثلا؟ لا لا. وهي ماشية بتحاول تعد الحاجات اللي حواليها؟ لا. لقيتي مرة إن هي بتطلع السلم ببطء؟ لا. طيب كل الكلام اللي أنا قلته لك ده دققي فيه هتلاقيه بيحصل. أيوة. اللي أنا قلته لك ده دققي فيه مع البنت هتلاقيه بيحصل، بس دي حاجات بسيطة الأهالي مش بياخدوا بالهم منها. في حالة انك تلاقي ده متوافق. نعم.
المشكلة الأكبر دلوقتي إن هي ابتدت مخاوفها دي تزيد في حاجات برضو معينة وأساسية في حياتها. يعني مثلا إذا دخلت الحمام علشان تاخد دش بترفض تماما إن أنا أدخل معها عشان خاطر ما حطلهاش الشامبو على شعرها، لأن هي بتخاف إن ده ينزل على عينيها أو ودنها، ولو حصل ده مع إنه مش بيأذيها تفضل تصرخ يعني صريخ عالي جدا جوه الحمام، ما فيش حاجة بتقدر توقفها مهما هدي فيها ما بتقدرش تهدى أبدا. والموضوع ده تكرر معايا أكتر من مرة، يعني خلاص هو يعني بقت حاجة ثابتة عندها مش قادرة أخرجها بره الفكرة دي أو أقنعها إن لا مش هيحصل لك حاجة، أو حتى لو حصل إن ودنك تسدت هنقدر خايفة المية تيجي على ودنها. حالة أوبسيشن عادي. إيه المشكلة التانية؟ المشكلة التانية إيه داليا؟ المشكلة التانية خاصة بي أنا، لأن أنا يعني وانا طفلة قدها كده كان عندي نفس الموضوع. بس هي المشكلة ان انا يعني لما كبرت ممكن الحركات دي اختفت مني شوية وبس حاسة دلوقتي ان هي يعني دخلت في جو تاني كده وانا نفسي ما يعني انتي بطلتي الحاجات دي يا داليا؟ اه بطلت يعني ما بقيتش. من سن قد ايه بدأتي تبطليها؟ يعني في ممكن في يعني 20 سنة ممكن. في طقوس دلوقتي بتعمليها؟ لا لا لا، يعني بعض الحاجات دلوقتي بتمارسيها خالص، بس انا بقى دلوقتي ابتديت ادخل في جو اللي هو ان في افكار معينه بتسيطر على دماغي وما بقدرش برضه اتخلص منها، وخصوصا اللي اكتر حاجه وجعاني قوي. قوليلي مثال كده الافكار دي. يعني دايما عندي افكار ان انا خايفه على امي، خايفه على بناتي، اللي هي مخاوف الفقدان يعني. بالظبط كده، لو حد من ولادك خرج هيحصل له حاجه، حد هيخطفه، حد ممكن يتعرض له. والاكبر في مثال تاني تقوليه لي غير ده؟ دي الاهم عندي بقى. قولي لي مثال تاني. انا انسانه الحمد لله متدينه وملتزمه. بتجيلك شكوك في ربنا في المقدسات ده؟ طيب بتوصل لمرحله السب في المقدسات؟ ان انا ممكن اشتم ربنا، اشتم النبي، اشتم المصحف؟ طبعا عمري يعني استحيل ما شتمتش، بس انا بفتكر ده. انا يعني على طول بتجيلي الفكره وبعدين بحاول يعني. ده بيحملك طبعا بمشاعر سلبيه اكتر، وانا ازاي اعمل كده ويا رب سامحني واستغفر واتوب واتصدق وكده. بالظبط. لا يعني بعمل كل ده الحمد لله بعمله. يعني بس بحس طيب. ان انا انت بقالك كام سنه كده داليا؟ لا دي قريب يعني مش من زمان. روحتي استفتيتي حد قبل كده؟ طلبتي فتوى مثلا؟ عملت كده بس بقيت اصلي استخاره ما بيني. اوعي تعملي كده، اوعي تستفتي حد خالص، لان انت لا يجوز افتائك. لا يعني انت فقها لا يجوز افتائك. هنقول لك ليه دلوقتي. طيب هنرد عليك يا داليا. عايز استفسار تاني؟ لا شكرا. شكرا يا داليا. ام عبد الله من المنيا. داليا عندها تكييف. طيب حنان من القاهره معانا، مين؟ طيب نرد على داليا يا دكتور بسرعة. بس داليا حالة وسواس. الوسواس مش دايما بيبقى وسواس قهري، ممكن يبقى وسواس بس. الوساوس بتبقى عندنا حاجة اسمها obsession وحاجة اسمها compulsion. الobsession ده فكرة والcompulsion فعل، تمام؟ هي عندها وسواس وبنتها عندها وسواس. طب ليه بنتها عندها وسواس؟ ليه عندها وسواس؟ لأن ما يورث في الاضطرابات النفسية هو الاستعداد. فالبنت هنا بتمارس وسواس بس مختلف عن وسواس الأم. الوسواس عند الام اسمه وسواس الافكار، بنسميه الايتاز اوبسيشن، ان هي بتفضل تكتر في افكارها. يعني تقول لك مثلا انا بعبد ربنا، الحمد لله يا رب، يا رب زدني يا رب. ايه ده، هو فين ربنا ده؟ في السماء يا فين يعني؟ في السماء السبع بيعمل ايه يعني؟ مين اللي خلقه؟ شكله ايه؟ تفضل الافكار هنا تجري تجري تجري، وبعدين تيجي فكره في دماغها انها بتشتم، فتفضل تتضايق وتشد في شعرها، لا يا رب انا ما بشتمكش، تشتم تاني. طب والبنوته الصغيره دكتور الامام ابن الجوزي نخلص بس ده. الامام ابن الجوزي كان عمل مؤلف كبير جدا اسمه ذم الموسوسين. اتكلم فيه عن ان لا يجوز افتاء الموسوس. وان ليه؟ لانه يعتبر ليه؟ مريض يعني. يعني بعض الناس تروح رايحه مثلا لشيخ او من يدعي ان هو شيخ وتقول له انا بتجيلي افكار ان انا بشتم مثلا المقدسات، ان انا بسب النبي، ان انا بسب ربنا، فعلى طول يقول لها لقد كفرتي فمن سب النبي كافر، اذهبي فاغتسلي فاعيدي وضوءك فصلي ركعتين واعلني الشهادتين امام اثنين من الشهود. طبعا ده جهل بين. اذا ما زادت وسوسه المرء عن اسبوعان وجب عليه التداوي، مصداقا لحديث النبي الوارد في البخاري، حسنه الالباني بسند حسن، تداووا عباد الله. فانت لو سمحت يا داليا لازم تلجئي لاحد المعالجين النفسيين. هيدربك على برنامج بسيط جدا، وخاصه لو كان برنامج للعلاج المعرفي. تمام.
تمام. العلاج المعرفي هو تعديل الافكار اللي بتسبب الوساوس من الاصل، فبتعرفي ازاي تقيمي الفكره من قبل ما تحصل وازاي تتعاملي معاها عشان ما تحصلكيش تاني. البنوته عندها وسواس الطقوس مش الافكار. يعني ايه وسواس الطقوس؟ انها تعمل طقوس معينه، تمارس شيء من الطقوس المعينه، ولو ما مارستش الطقوس دي تنهار. احنا قلنا الوسواس فكره وفعل. طيب هنا بادي عندها بايه؟ هي بتقول ان هي كان عندها ده وهي صغيره، ولما كبرت بقت كده. هل أيوة. هل من المتوقع ان الطفله الصغيره لما تكبر تبقى كده برضه؟ امال اي طبيعي لو ما اتعالجتش تبقى كده. مش احنا بص ركزي في دي، مش قلنا الوسواس فكره وفعل؟ بعض الناس بيبدا عندها بالفكره وينتهي بفعل، بعض الناس يبدا في فكره وينتهي بافكار، بعض الناس يبدا بالفعل بس. انك تلاقي واحد وهو بيكلمك ما يعرفش يكلمك غير لما يعمل كده. لازم ده بيقول لك طقس، وان انا لو ما عملتش كده هيحصل لي مشكله. انك تلاقي واحد وهو بيكلمك مثلا وعامل لك كده، دي مش معناها ان هو بيعكسك مثلا او بيقول لك حاجه عيب. لو بتحصل لا اراديا اسمها تيك ديس اوردر، اللي هو اضطراب اللزمات. لكن لو بتحصل ان انا لو ما عملتش كده مش هنجح في اللقاء بتاعي، ده اوبسيشن. فده وسواس الطقوس، وسهل جدا ان هو يتعالج من غير ادويه، بس يا ريت ما نزيدش عن كده، يعني بلاش ننتظر اكتر. من غير ادويه؟ عادي. طبعا تعالج من غير ادويه. طيب داليا، يعني ارجو انك تكوني استفدتي. احنا معانا تليفون. طيب دكتور، عايزين بس نشوف بقى، حضرتك كنت بتقول ان في ناس معينه تجنبهم، ناس معينه، ده كان سؤال على فكره على الفيسبوك. حد كان بيسال الناس المعينه احنا نتجنبهم السكوباتيين والسلبيين في العشر خطوات. انا مضطر اتعامل معاهم لانهم موجودين حواليا، اتجنبهم؟ أيوة. يعني ايه يعني؟ شوفي، العلاقات ما بين الناس عشان تبقى ناجحه زي المسافات ما بين السيارات. طيب لازم يبقى في مسافه عشان ما يحصلش تصادم. عشان بس هاله، وانا اجاوب على سؤال الفيسبوك بعد ما نجاوب على هاله بس، عشان بقى لها كتير. هاله هاله. ايوه 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 حبيبتي، اتفضلي يا هاله. لو سمحتي، انا عندي مرات اخويا تعبانه، واي مشكله بسيطه بتبص تلاقيها عندها تعبانه. عندها ايه؟ تلاقيها عندها وش في دماغها كده، ودايما نفسيتها مهزوزه ومش مش مظبوطه. دكتور هالاسئله بس اسئله يعني. سنها كام سنه؟ سنها كام؟ هي عندها 40 سنه. 40 سنه؟ يعني اي مشكله بتخليها مش مظبوطه ازاي؟ حتى لو مشكله بسيطه تلاقي جسمها سايب، وما هياش عارفه تتكلم، ما هياش عارفه تتحرك. هي اللي كلفتك ان انت تتصلي؟ لان هي مش عارفه تتكلم. وهي جنبك؟ هي جنبي دلوقتي. وانتوا عايشين مع بعض؟ لا، انا بصراحه جايه لها زياره. انت جايه لها بدري قوي، انت قاعده عندها بقالك قد ايه؟ من امبارح. من انت جايه من امبارح، فاكره انت زرتيها النهارده يعني. طيب وانت ملاحظه عليها الكلام ده بقالك قد ايه؟ طب يا هاله انت زعلتي؟ لا انا عايزك تفضلي موجوده، يعني مش ما تتضايقيش. لا هي بس الخط قطع معلش، عشان كانت بس مستنيه بقالها شويه. ام كريم من الجيزه. ام كريم. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. الو ام كريم. الو، انت سامعاني؟ ايوه حضرتك. طيب اتفضلي، انت على الهوا، اتفضلي. طب حضرتك كنت بسال، انا باجي مثلا باجي خارجه. الو، وطي التلفزيون يا ام كريم لو سمحتي. الو. طب في مشكله في الاتصال، حاولي تكلمينا تاني. معانا مين؟ طيب نكمل. معلش يا دكتور، حضرتك بتقول العلاقات بين الناس لازم تكون فيها مسافات. بس في سؤال طبعا اكيد هيفرض نفسه، ان انا ازاي اعمل مسافه لو عفوا، لو ده بيبقى حد من عائلتي يعني. يعني والد، والده، اخت، اخ، زوج، زوجه. بص سؤالك ده طبعا مهم قوي، ان الناس احيانا السلبيين او السايكوباتيين ممكن يكونوا من القريبين. ممكن يكونوا من الناس القريبين. انا هرد طبعا على المتصله اللي هي بتعاني من النيوروستانيا، اللي هي حاله الاجهاد المستمر، بس هي ما كملتش. دي اسمها حاله نيوروستانيا. النيوروستانيا دي اللي هي البري ديبريشن، اللي هي ما قبل الاكتئاب. وده بتلاقيه حد قاعد جسمه همدان، مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم من مكانه، مش قادره تشتغل، مش قادره تمارس حياتها الطبيعيه. بيجي لها اوجاع كبيره جدا ومتعدده في جسمها. صداع، انتفاخ في البطن، مشاكل في الجهاز الهضمي، اسهال وامساك، تكسير في العظم، هي بتفتكره دور برد ما بتخفش بعدها بشويه. دي بنسميها حاله الاجهاد النفسي اللي بتظهر في اعراض بدنيه. تمام. بعد شويه بتتفاقم، تتحول لديسفوريا اللي هو الاعتلال المزاجي، بعد شويه بتتفاقم تبقى بري ديبريشن، بعد كده يجي لها ديبريشن. فلو سمحتي عشان ما تتحوليش لكائن مكتئب بيبعد عن الناس، بيخاف ينزل، بيخاف يقوم يعمل حاجه،
الجائي لأحد المتخصصين علشان خاطر يشخصك، هل أنت فعلا عندك النيروستانيا دي، ولا أنت فعلا عندك ديبريشن، ولا عندك سوماتيزيشن اللي بيخليك مش قادرة تقومي، اللي هي الأوجاع المتعددة، أن أنا جسمي كله بيوجعني، جسمي كله بينشر عليا، جسمي كله مش قادرة أتحرك، مش قادرة أتلم على نفسي. ده بيبقى مرتبط بحدوث مشكلة معينة، ولا بيبقى مرتبط يعني طول الوقت أنا كده؟ ممكن يرتبط بحدوث مشكلة وممكن ما يرتبطش. تمام. يعني يا إما بتكون مشكلة واعية يا إما بتكون غير واعية. لو غير واعية ده أسوأ. إن أنت بتبقاش عارفة. بتبقاش عارفة هي في الحالة دي. فبيفضل بقى الدكتور ينخور لغاية ما يطلع إيه السبب في الأعراض دي. تمام. طيب. زينب، زينب الو. ايوه اتفضلي يا زينب. صباح الفل. صباح الخير. اتفضلي. وطي التلفزيون يا حاج. الو اتفضلي، احنا سامعينك. والله بصي، انا عندي حفيدي من سنه كده عنده 12 سنه عنده هو 12. كان دايما يعني يعمل مشاكل في المدرسه ويضرب العيال ويقطع هدومه ويعمل حاجات كده مش مظبوطه يعني. فوديناه الدكتور قال ده عنده كهربا في المخ. اداله علاج لمدة سنة. العلاج يعني الولد بدأ يخس وبدأ يضعف وما بياكلش ما بينامش. النوم يعني هو لحد دلوقتي بيقول نفسي أنام. نفسي أنام. عايز أسأل حضرتك عن حاجة يا ست الكل. اتفضل يا حبيبي. صباح الخير عليك الأول. صباح النور. قولي لي حفيدك وزنه قل بعد الدواء؟ وزنه قل بعد الدواء. طيب شهيته للأكل قلت؟ وشهيته الاكل قلت بقى خالص. قاعد كده بعد ما كان بيفرك قاعد ما بيعملش حاجه بس مش قادر ينام برضو. وبعدين دلوقتي حاليا هم اولا هم بيشتغلوا في الامارات وقاعد في الامارات بس بيجي. الدكتور ده كان في مصر بيعالجه في مصر الجديده. طيب رجع طبعا مش قادره تنزل بيه كل شويه تعمل له جلسات هنا. طيب. وتخاطب مع الدكتور. راحت لدكتور هناك وقف الدواء. رجع مهايبر. اطلب الدكتور ينزل الدواء تدريجيا. وانا هديله جلسات، انا ما بديش ادويه كده هتبوظي كليته. طيب دلوقتي بقى دلوقتي في مشكله تانية اوحش. ان هو ما بيتحكمش في البراز بتاعه. البراز ولا البول؟ لا البراز. طيب ده 12 سنه، هل رسم المخ كان مطلع ديفكت كبير لدرجه ان احنا ناخد الادويه؟ وهل رسم المخ ده ما اتعملش قبل سن 5 سنين؟ لا ما تعملش قبل 5 سنين. ما تعملش. طب بصي ركزي معايا في حاجه. احنا عندنا حاجه اسمها الاي دي اتش دي اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه. هتلاقي الولد بيتحرك كتير وبيعمل مشاكل كتير وشقي جدا، بيضرب زمايله، بيعمل مشاكل مع زمايله، وهو ذكي بس ما بيركزش في المدرسه. لا مش وحش في المدرسه يعني الى حد ما بيستوعب التعليم وبينجح وكله. كويس. بس درجاته بدات تقل بعد ما كان بيبقى الشقاوه دي أوائل. هايل هايل. الشقاوة دي بتعمل لها بروجرام بسيط. هو في سنة 6 السنة دي ناجح وجايب كويس مجموع. وبعدين هو في مدرسة كويسة في الإمارات انترناشونال يعني مش. طيب طيب هسألك بس على حاجة بسيطة جدا بعد إذنك، يتابعوا مع أحد المتخصصين أو يبعتوا عندي على البيج وإحنا هنرشح لهم حد كويس في أي دولة هم فيها. أنا بعتلك على الفيس. بنت أختي بنت أخويا كتبت لك من 3 أيام وقالت لي لسه ما ردش عليا. معلش بس عذرا لأن إحنا بيوصل لنا تقريبا 500,000 مسج خلال الثلاث أيام دول. أنا عذرك والله، ده أنا بقعد أستناك. حاضر حنيه. حاضر يا مدام زينب. حاضر هنرد عليكي. بس ما توقفيش الدواء يا مدام زينب فجأة لو سمحتي. يعني بعد اذنك ما توقفيش الدواء ده مره واحده، ان شاء الله يبقى كويس. طيب ممكن نرد عليها بس دكتور، هي هتعمل ايه؟ هي في الغالب ممكن تكون اي دي اتش دي زي ما انا قلت لها، ولكن الاي دي اتش دي احيانا بعض الناس بتهجم عليه بالدواء قبل ما الاعراض تظهر. هو الدواء ده كان غلط من الاول على الطفل؟ بصي المفتي اسير السؤال، اولا هي مش مامته هي جدته، ثانيا الملاحظات بتاعتها هي بتقول لك لا ما كانش عنده اتنشن ديفيسيت اللي هو تشتت انتباه، لا لازم يكون عنده اتنشن ديفيسيت. لا انا قصدي ان هو بطل ياكل ما عندوش الدواء بيعمل كده بقى. لان الادويه دي بتعمل ايه؟ دي بتوقف مراكز النشاط فجاه، فبتخليه قاعد بلانت، تلاقيه متنح كده وقاعد همدان مش عارف يتحرك بعد ما كان شعله من النشاط. طيب انت فاكره لما اتكلمنا عن ان الدواء ده حرفه؟ فاكره لما اتكلمنا ان الدواء صنعه؟ دي يا ريت الناس تاخد بالها منها كويس. طيب معانا خالد من المنوفيه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ خالد. كل سنه وحضرتك طيبين ودكتور احمد بخير. حضرتك طيب اتفضل. ازيك يا دكتور؟ صباح الفل عليك يا خلود. خالد فارس يا فندم. يا صباح الهنا، اهلا وسهلا. والله وحشني والله وحشني. ربنا يكرمك يا خالد بيه. صباح الهنا عليك.
منور الدنيا وربنا يبارك لك ومزيد من التقدم ان شاء الله. منور الدنيا، ربنا يخليك يا حبيب قلبي، كتر خيرك. منور يعني، وحاجاتك مفيده وربنا يبارك لك، انت فتنا كتير وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك يا دكتور. حبيبي يا وزير، صباح الفل والخيرات عليك. ربنا يخلي حضرتك وان شاء الله بالتقدم باذن الله. ويا رب يوفقك انت وكل زمايلك، لان احنا بننام بالليل واحنا معتمدين عليكم. والله على الله يا فندم، ودي ان شاء الله طبعا، واحنا طبعا في ده مصر طبعا كلها، وحضرتك اكتر واحد عارف يعني دكتور. ربنا يخليك، شدوا حيلكم وان شاء الله كلنا وراكم والبلد تبقى في احسن حال باذن الله. باذن الله باذن الله. صباح الفل يا خالد بيه، اهلا وسهلا. كريم جدا، شكرا يا فندم. طيب سلامة الله. الله يسلمك، بشكرك شكرا جزيلا. من الرجاله المحترمين الحقيقه، الناس اللي كانوا بيستفيدوا جدا من الكورسات اللي كنا بنعملها في الداخليه والقضاء والجيش، يعني ناس بصراحه محترمين طبعا. واحنا طبعا دوم صوتنا لصوت الدكتور، احنا كلنا طبعا وراكم باذن الله، مصر تبقى في احسن حال بينا كلنا باذن الله. طيب معانا عم رجب الاقصر. صباح الريم عليكم. صباح الفل يا عم رجب. انا ما عنديش كلام، هقوله تاني، الكلام اللي عندي كله خلص خلص ليه؟ خدمة دليم بصراحة، وصباح دليم والله. شكرا يا عم رجب. والله ما عرفتش لو قعدت من هنا المليون سنة مش هعمل ايه معاكم، مش هقدر الشكر بتاعكم. الله يخليك يا عم رجب، متشكرين. الدكتور احمد فريق الاعداد بيزود الاضاءة كان وليه، فالاضاءة ما شاء الله الله اكبر في الشاشة. ربنا يخليك يا عم رجب، والنبي يقول لهم ظبطوا التكييف يا عم رجب قبل ما تقفل، لحسن الدنيا حر. ظبطوا. ظبطوا له التكييف يا استاذ ابراهيم. طيب كتر خيرك. حاضر يا عم رجب، حاضر. يا دكتور احمد. اوامر. عندي سؤالين بامر الله وحده. مرحبا، اتفضل. معايا طفله سنها 5 سنين. لما واحده بتعمل حمام هي واقفه براز وميه، وتعمل براز وميه على النظافه بتاعت السيراميك، ما ترضاش تخش الحمام ابدا. صممت على حاجه لازم اشتريها لها. لو صممت علي حاجه في الشارع كده وشفتها لازم اشتريها لها. فرحت عرضتها لدكاتره، عندنا طبعا دكاتره بالبركه في السنه. قالوا لي دي كهرباء زياده وهتروح لما تكبر. لا 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 يا شيخ. طب هسالك على حاجه بس، استنى قبل ما تقفل. نعم. هي بتعمل البولو براز وهي واقفه؟ هي واقفه. طب بتخاف تقعد على التويلت نفسه؟ تخاف تقعد على القعده؟ لا ملهاش دعوه باي حاجه، القعده ما عندناش، احنا عندنا قعده عاديه يعني. كويس، القعده العاديه دي هي بتخاف تقعد عليها؟ لا ما بتخافش ولا حاجه يعني، خلي بالك بتخش تستحمى وتمام، بس يعني مخها ان هي تسير في الحياه، تعمل حمام في الحياه اللي النظيفه السيراميك. طب هسالك على حاجه معلش، هي بنت بنتك ولا بنت ابنك؟ لا بنتي. هي بنتك على طول. طيب البنت دي رضعت قد ايه؟ حاجه على 54 سنه. طيب ربنا يا رب يتم عليك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. البنوته دي رضعت قد ايه وقت؟ رضعت في الحضانه بتاع يمكن اسبوع، ورضعت بعد كده منمع طبيعي. قد ايه وقت الرضاعه كان قد ايه؟ عندنا في البلد في سنه مش اقل من سنتين. مش اقل من سنتين، كويس. طيب اتعلمت ان هي تنظف نفسها من البراز امتى؟ على سن كام سنه؟ لا ما بتنظفش نفسها، دي مامتها هي اللي بتنظفها. حتى الان؟ حتى طيب الان كويس. مامتها هي اللي بتنظفها. طيب هرد عليك حاضر. هرد عليك حاضر يا عم رجب. شكرا. معانا محمود من القاهره. اي يا فندم. اتفضل يا استاذ محمود. الو يا فندم، لو سمحت وطي التلفزيون. الو وطي التلفزيون لو سمحت. حاضر. الو اي دكتور، صباح الخير. اتفضل. صباح النور، اتفضل دكتور سامعك. انا هتكلم في نقطتين بس يا دكتور، انا للاسف اول مره اشوف حضرتك وتابعك، بس ان شاء الله انا هبقى من متابعين حضرتك. بس هي انا استفدت كتير دلوقتي من البرنامج ومن حاجات قلتها. انا عندي نقطتين هتكلم فيهم سريعا. اتفضل. الحاجه الاولانيه ان انا من الشخصيات، بس انا مش قصدي ابقى سلبي، انا غصبا عني ببقى في ناس زمايلي في الشغل فبيجي يكلموني، ايه صباح الخير يا ابني، والله تعبان، انا ظهري بيوجعني، انا طالع عيني في الشغل، انا رايح جاي من الوزاره، يعني بروح وزارات كتير في شغلي انا. انت اللي بتقول ولا هم اللي بيقولوا كده؟ نعم؟ انت اللي بتقول كده انا تعبان ولا هم اللي بيقولوا؟ انا هو اللي بيقولوا، مش قصده يكون سلبي، بس هو غصب عنه بيعمل ده يعني. بس انا ما ببقاش قصدي اللي حضرتك بتقوله، هو غصب عني لان دي حقيقه. فانا فعلا بيبقى طالع عيني في الشغل ورايح جاي وحر ونازل من الوزاره دي، رايح مكتبي نازل من مكتبي، فعندي هدف في شغلي جامد، فده غصب عني، فبيبقى ناس المتقر يعني القريبين مني من الشغل بحكي لهم كده. دي حاجه. النقطه الثانيه ان انا بتكلم بايدي طول الوقت، مش عارف ابطل الموضوع ده، الموضوع ده بقاله سنين معايا وانا بتكلم
يعني انا رايح مع راسي يعني بقعد اتكلم بايديا بعد يعني وانا بتكلم غير ان انا بتكلم ببقي انا بتكلم بايديا طول الوقت. انهي ايد فيهم بتحركها اكتر؟ نعم يا فندم. انهي ايد فيهم بتحركها اكتر؟ الاثنين يا فندم. طب بتوصل لمستوى اللي قدامك يعني تعمل كده توصل لوشه مثلا؟ احيانا بيتهموك ان انت بتشوح؟ بتشوح بس بقعد اتكلم. لا هم بيتهموك بده. الناس بتقول عليك كده يعني. اوصف الكلام بايدي. الناس بتقول عليك ان انت بتشوح لهم او عصبي معاهم؟ لا 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 بس هو يعني في حد يعني زي والدتي بالظبط وانت يعني وانا بتكلم معاك يعني وانا بتكلم معاك تقعد تقول لي ما تتكلمش بايدك. ده الكلام ده على مدار 15 20 سنه. سنك كام سنه يا بيه؟ حط ايدك تحت. حط استاذ إيدك محمود تحت رجليك واقعد عليها. سنك كام؟ اقعد على ايديك وانت بتكلمني. اقعد على ايديك ازاي؟ سنك كام يعني وانا قاعد يعني وانا قاعد احط ايدي كده واقعد على ايديا وانا بكلمها عشان بدات تتعصب مني وانا بكلمها. يا عم خليها تكتفك احسن. ايه ده؟ لا ما تعملش كده. اقعد تعمل كده. خايفه عليك. سنك كام سنه؟ انا عندي يعني داخل على 40 سنه يا فندم. مدخن؟ مدخن يا محمود بيه؟ نعم يا فندم. بتشرب سجاير؟ مدخن؟ مدخن. انا مش مدخن. انا بشرب سجاير مدخن بس مش يعني مش يعني نزلت على القهوه قعدت مع الشباب اجيب علبه سجاير ممكن اخلصها على القهوه. انما خلص كل ده وانت قاعد وكده مش مدخن يا راجل. لا يا فندم يعني انا ممكن اقعد في البيت مثلا لو قعدت في البيت 3 ايام مع اولادي ممكن ما اشربش سجاره يعني مش الشرب. طيب بتاخد كافيين كتير؟ ما بشربش سجاير في البيت. نعم. بتاخد كافيين كتير؟ قهوه وشاي مشروبات خالص غازيه خالص. المشروبات دي بالنسبه لي مش موجوده. كوبايه شاي بلبن الصبح ولو مش مش بشربات. هرد عليك بس اوعى تحط ايدك كده تحت. ما تعملش كده. طيب ما تتكتفش نفسك خالص. هنقول طيب عايزين بس نرد على عم رجب الاول بنوته عمرها 5 سنين. بصي يا عم رجب ده بقى عشان هو راجل حبيبي وبيحب الاستاذه مها هنوديكي قريب. هنوديكي قريب تقعدي هناك. صديق البرنامج. بصي في مشكله كبيره جدا بتحصل في مرحله الفطام ومرحله التدريب على الاخراج ودي كارثه يا ريت الناس تاخد بالها منها. اغلب الناس لما جيت اعمل دراسه كده هرد بس عشان الموضوع بسرعه ما تقعديش تعملي ايدي بايدك كده بدل ما كتف لك ايدك او اخليكي تحطيها كده تحت. انا عملت حاجه انا مش بقول حضرتك حطي ايدك تحت رجلك زي استاذ محمود. لا 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 مش طيب. انا عامله كده لسه. طيب. لما بنيجي ندرب على مرحله الاخراج اللي بيحصل ايه؟ لقيت في دراسه من الدراسات اللي عملتها ان اغلب الولاد الصغيرين تحت سن 12 سنه تحت سن البلوغ اللي جالهم وسواس جات لهم وساوس زي المخاوف الوسواسيه اللي عندها. هو اتكلم هنا عن مخاوف اسمها المخاوف الوسواسيه. تمام. اغلب الولاد الصغيرين اللي حصل لهم ده حصل لهم ارتباطا بمرحله الاخراج والتدريب عليه. اللي بيحصل ايه؟ بيجي الطفل من سنتين لاربع سنين بيتدرب على انه ازاي ينظف نفسه بعد عمليه الاخراج. تمام. فبتيجي الام اول ما ينزل تقول له ايه؟ انا قلت لك 100 مره روح الحمام اعمل ده. وتروح مديه الضرب. الضرب ده مش بس عقاب فبيعمل لنا مشاكل، لا. الطفل اكتر حاجه بيحبها في الدنيا هي امه. وهو بيبقى شايف انه لا يملك في الدنيا الا البراز. فبيروح رايح عند امه وحاطط لها الهديه بتاعته. هو رايح يديها هديه. هو حرام بيبقى مش فاهم. لا هو فاهم. هو فاهم ان دي هديته. ايوه يعني مش فاهم الموقف قصدي بس يعني اللي انا بخرجه ده الام بقى هي اللي مش فاهمه. معلش سوري بقى. اللي انا بخرجه ده دي هديه انا بديها لك. فيروح رايح الطفل جنب مامته هو بيحبها قوي يروح مديها اللوكه المتينه. هي تعمل ايه؟ تروح مطرقعاه وكانه هو مرفوض هو وهديته. فبتاثر طبعا. فبتاثر هنا بتحوله بقى لاوبسيسيف بيرسوناليتي. وصلتك؟ عمرك تخيلتي الكونسبت ده؟ تمام. بس احنا هنحتاج دكتور ان احنا يعني في مرات قادمه لان موضوع التربيه ده واضح ان الناس اللي بتتكلم بتشتكي من شوفي بساطه الموقف. موضوع بسيط يعني جدا. هو جاي بيجيب لها هديه. كلها بتفهم ده. بيجيب لها هديه بيقول هو شايف ان البروز ده اغلى ما يملك لانه ما يملكش حاجه تاني الطفل وعشان بيحبها قوي فرايح يديهولها رايح يديها البراز ده. فهي بتروح ضرباه. لما بتضربه هو بيشوف ان هو مرفوض هو وهديته فبيعمل ايه؟ يجي بعد سن اربع سنين يشوف ايه اللي بيضايقهم ويعمله. اقعد اعمل هنا. لا انا عايز الحاجه دي دلوقتي وهكذا.
طيب ده بالنسبه لعم رجب. الاستاذ محمود بقى اللي عنده مشاكل او هنا دي مش كهربا في المخ بقى زي ما هو قال ولا كلام مش كهربا؟ لا لا. طب لو سمحت يا عم رجب بلاش ادويه للبنت مش ده يعني اوبسيشن ده اوبسيشن صريح جدا بس هي تتعالج عند دكتور عادي اه لازم تروح لدكتور بس حد يكون عنده خلفيه في العلاج النفسي. للاسف في الصعيد الناس برضو بتتعامل بالدواء اكتر بكتير لا يعني. بلاش دواء خالص كمان حاسه ان سنها صغير جدا كمان وهي يعني. المساله دي مش محتاجه دواء مش محتاجه يعني دواء واحده بتعند انت عارفه يعني ايه عند الاطفال ان هي الا اسماء ان سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان يعني لما بنيجي في كورس معين او في ندوه معينه نشرح للناس ليه ابنك عنيد مره واحده بعد ما خلصت المحاضره جت بتقول لي ايه انا كنت اتمنى ان انا اسمع الكلام ده منك قبل ما اخلف اصلا لان انا حاسه ان كل المشاكل اللي واقعه فيها مع اولادي انا اللي عملتها طيب. وده للاسف بيبقى في جزء كبير منه صح. طيب احنا هنرد على استاذ محمود بس معانا منى. صباح دريم عليكم. صباح الفل منى من الاقصر والله اهلا. صباح الورد عليكم. صباح الورد عليكي. بنشكركم جدا على الفقرات الحلوه اللي بتقدمها لنا وبنشكر الدكتور وبنشكر فريق العداء بالكامل. شكرا ميرسي يا منى. وبابا بيحبكم جدا. انا بكون بنت الحاج رجب. والله انت بنت عم رجب ده احنا بنحبكم. انت عم رجب ما يجي يقعد معانا بقى عم رجب كلنا. منورانا يا منى. انت عايزه تسالي على حاجه؟ كنت عايزه اسالك بموضوع فقره امبارح على موضوع جمعيتي. اه طب يا حبيبتي معلش هو امبارح ادخل وما عايزه تشتغلي يعني وعايز تعملي احنا اسسنا ما عندناش جمعيتي واصل مشروعها ما عندكوش. طيب حاضر احنا هنوصلك. حاضر يا منى. بس هنكلمك ونوصلك بيهم. حاضر لان احنا وعدنا الناس امبارح ان احنا فعلا نوصلهم بالمسؤولين عن المشروع ده. طيب معانا بسمه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا بسمه. لو سمحت عايزه اكلم الدكتور احمد. الدكتور سامع حضرتك علي صوتك شويه بس عشان يسمعك كويس. ماشي حاضر اتفضلي. انا من قيمه سنتين انا كنت تعبانه جامد يعني حالتي النفسيه كانت وحشه كان في ظروف وكده حالتي النفسيه بقت وحشه وفجاه لقيتني وقعت ودوخه ومش حاسه باللي حواليا خالص وجسمي سايب لدرجه لو حد بيناولني اي حاجه ان انا اخدها منه ايديا ما تتمدش لدرجه قلت ده انا جالي شلل في ايدي او كده وبقيت كويسه وكده بس ومشيت على علاج سنه ورجعت تاني بقيت اي موقف يضايقني اي موقف يزعلني احس ان جسمي سايب برضه ومرميه وحالتي مش عارفه ولاقي وش في دماغي عايزه تاني رقد وش جامد في دماغي. سنك كام سنه؟ عندي 40. والمشاكل دي بتحصل لك ليها علاقة بوقت معين في الشهر ولا طول الشهر؟ لا بأوقات. أيوة ليها علاقة بوقت البيريوت ليها علاقة بوقت الدورة الشهرية؟ لا ملهاش علاقة بده. لا ليها علاقة بأن أنت تتعرض لمشكلة فده يحصل بعدها؟ يا لو مشكلة هايفة. حتى لو مشكلة هايفة بتعب بطريقة. أنت عايشة مع مين؟ أنا عايشة مع جوزي وولادي. عندك قد إيه أولاد؟ ولد وبنت. الله يخليهم لك. جوزك عنده كام سنة؟ 48. في مشاكل بينك وبينه؟ لا ما فيش. بيستحملك لما بتقعي بيجري بيكي على المستشفيات؟ لما بتقعي بيكون دقات قلبك زايده قبلها؟ بتعرقي؟ بتحسي ان انت روحك سايبه بالتدريج؟ اوقات شكيتي ان انت هتموتي ان دي حاله وفاه؟ طيب حاضر ده بانيك اتاك. هسالك على حاجه اسف قبل ما تقفلي. النوبه دي بتجي لك 3 مرات في الشهر؟ ممكن مرتين كده يعني. كل قد ايه؟ يعني اكتر الاوقات اما اتضايق. ايوه كل قد ايه وقت يعني ممكن تجيلك النوبه دي مرتين في الشهر؟ مرتين. طيب حاضر. طيب هنرد عليك يا بسمه بس خلينا بس على الصفحه بتاعتنا بتاعت دريم في بس اسئله لحضرتك. عماد مجاهد بيقول صباح الخير دكتور ارجو مساعدتي في علاج الوسواس القهري. انا دايما بتخيل صوره شخص اعرفه متمثل بالله عز وجل ثابته من زمن وفي بعض الاوقات بيحصل سب مني وشتيمه زي الحاله اللي احنا شفناها من شويه. في كمان اسيا بتقول اسيا من الجزائر بتقول احنا عايزين حلقه نتخلص ازاي من الروتين والملل. دي حاجه. والاء بتقول الاء بتشكر حضرتك على نورتينا يا الاء. طيب برضو كان الاستاذ اللي كان بعد دلوقتي كان عنده نفس الحاله بتاعت المره اللي فاتت. طيب بالنسبه شكرا لالاء. بالنسبه لاسيا في الجزائر تابعي بقى المحاضرات بتاعت الجزائر يا اسيا. انا عشان انا عندكم قريب الفتره دي ان شاء الله. بالنسبه لحاله الاستاذ عماد لو الشخص اللي انت بتتخيله ده قدامك بتسمع صوته بيقيم معاك حوار هو بيقول انه عارفه
لا لا مش عارف. لو هو بيفترض ان ده شخص بيقيم معاه حوار والحوار رايح جاي، لا هو شخص يعني هو كاتب كده ما اعرفش، هو بيكتب ان ده شخص يعرفه، هي بتبقى حاله من اتنين، يا آه. الشخص اللي قدامه يتخيله ويرد عليه ويقيم معاه حوار كامل، يا اما مش بيرد عليه. لو بيرد عليه يبقى احنا دخلنا في سايكوتك ولازم هنا هناخد ادويه. لو ما بيردش عليه ده وسواس قهري عادي، اللي بيسموه سب المقدسات، ده نوع من انواع الوساوس. لو سمحت الجأ لفكره العلاج بدون دواء. طيب هناخد تليفونين بس ونرد على بقيه الناس اللي على في لسه اتنين، ويلجأ بسرعه، لان خدي بالك الوسواس لا يظل كما هو وسواس. اوكي ده تمام. بيبقى عامل زي كره التلج بيجري ويكبر بيتفاقم. تمام يتفاقم. طيب حنان. ايوه ايوه حنان اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك انا نعم. حفيدي عنده 6 سنين. حفيدك عنده 6 سنين. ايوه وبعدين؟ عمال ينام ويجز على اسنانه قوي. بيجز على سنانه؟ عنده كم سنة؟ 6 ست سنين؟ 6 سنين. بيجز ولا بيسرك؟ لا بيجز جامد قوي. بيجز كده ولا بيسرك السنان تحك في بعض؟ لا لا بيجز السنان جامد قوي، كأن حاجة بتفتحها في بعضيها. عملتي رسم مخ؟ لا ما عملناش، مش عارفين نرجع ليه. لا روح اعملي رسم مخ، وبعد كده هتلاقي في الغالب إن في نسبة كهرباء بسيطة تقدري بعد كده ان انت تعمليها كويس، لان خدي بالك دي مساله رغم انها بسيطه بس لو سكت عليها مش هتبقى بسيطه. طب حضرتك هو دايما رجله بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يا حنان؟ رجله بتوجعه جامد قوي وبيعيط منها. رجله بتوجعه فين؟ بتوجعه فين؟ في انهي حته؟ من القدم والركبه وبين القدم. فين لما هتروحي للدكتور هيطلب مجموعه فحوصات اعمليها كلها و عملنا تحاليل جامد قالوا ما عندوش اي حاجه، هو بيطول بس هو الولد تعبه جامد جدا. احنا قلنا يمكن عنده حمى رمادي او حاجه. لا قال لا ما عندوش اي حاجه. انت رحت للدكتور ايه؟ مامته وباباه عصبيين قوي عليه. استني بس، انت رحت للدكتور تخصصه ايه؟ اطفال؟ بطنه واطفال. طب معلش روحي لحد بتاع نفسيه اطفال. نفسيه حضرتك؟ نفسيه اطفال. يعني حد بتاع نفسيه متخصص في الاطفال، عشان وارد ان يكون في مشكله عند الاب او الام او الاثنين او في المدرسه عند الاصحاب، واخده بالك؟ ده بيعمل اعراض جسديه هي ملهاش اصلا اساس عضوي، يعني نعمل الفحوصات نلاقيها سليمه لكن الاعراض ظاهره كده، رجلي بتوجعني، انا عندي مل القيء، مش بقدر اكل كويس يا ما، بتقيأ فعلا لما باكل، يقعد يجز على اسنانه وهو نايم، والجز غير السرك ده حاجه وده حاجه ثانيه. حلو دي حلاوه، بتقولي لا بيجز على اسنانك. تحاولي على قد ما تقدري انك تاخدي الاكشن ده. نفسيه اطفال. شكرا حنان. يمنى. الو يسرى. ايوه ازيك يا يسرى اتفضلي. الحمد لله. انا والله عندي استفسار للدكتور. اتفضلي. انا ليا عندي مريض عنده 20 سنه في ثانيه كليه. ده ابنك؟ لا والله ده ابن اخويا. ابن اخوكي؟ عمره ايه؟ 20 سنة؟ 20 سنة. الواد كان يعني بيحب الانطواء شوية يعني هو صغير. انطوائي؟ فجأة لقيناه بعد ما امتحن الترم الأول من الكلية، لقيناه إن الواد ابتدى يتخيل حاجات مش موجودة. اديني مثال كده بتخيل ايه؟ يتخيل حاجات، يتخيل ان في ناس واقفه له عايزه تضربه عايزه تقتله. طب وانتوا معاه الناس اللي معاه في البيت باباه ومامته واخواته لما يقفوا ويتكلموا بعيد يقول لك ده بيجيبوا سيرتي بيتكلموا عليا؟ لما يضحكوا يقول لك ده بيضحكوا عليا انا؟ بالظبط كده اهو. سنه كام؟ 20 سنه دكتور. كان ماشي في المدرسه كويس في الدراسه كويس؟ وقع دلوقتي؟ هو داخل يعني كملي بس اللي بقول لك عليه لو سمحت. مستواه الدراسي بقى عامل ازاي يا مدام يوسف؟ كويس حلو. طب يعني ابتدى ينعزل يتجنب بقى افويدنت بعيد عنكو؟ لا هو بيحب قعده البيت. ايوه بقى يتجنب الناس اللي جوه البيت؟ لا. يعني يقعد في اوضته ما ياكلش معاهم؟ هو كان يخاف كان يشك في الاكل اللي نحط له. طيب حاضر حاضر. ودوه لدكتور. ودوه لدكتور خد دواء؟ ودوه لدكتور في القاهره. خد دواء؟ وقال الدكتور قال ده حاجه بتيجي عندهم نسبه الذكاء عاليه جدا. بياخد دواء دلوقتي. بقى له قد ايه؟ بقاله كم شهر يمكن حوالي عن 3 شهور. ولو 3 شهور 3 شهور ولو اتحسن يعني؟ ايه؟ اتحسن بعد الدواء؟ اتحسن بالعلاج، لكن لو العلاج ما خدهوش يوم او اتنين يرجع للحاله تاني. طيب هرد عليك. طيب. حاضر 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 يا حبيبتي. طيب معانا ايمان.
يعني السلام عليكم. عليكم السلام يا إيمان. ممكن بس أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي. دكتور بس أنا عندي مشكلة ومش هينفع إن أنا أقولها على التلفزيون، ممكن بس رقم تليفون حضرتك؟ في الكنترول يا فندم هيدوكي كل حاجة. تقفليش يا إيمان. طيب دكتور، كان في برضو على صفحة صباح دريم هدير نور الحياة بتقول كيف يمكن التخلص من اليأس من المستقبل؟ اليأس من المستقبل ولا الخوف؟ أنا مش عارفة، بس يعني إيه يأس من المستقبل؟ أنا مش عارفة. إن هو ليس في الإمكان أفضل مما كان، مفيش حاجة كويسة هتحصل. حتح. كل اللي جاي هيبقى أسوأ من اللي فات. دايماً بتسمع العبارات دي من الناس. إحنا داخلين على أيام سودة، إحنا هيحصل لنا مشاكل، إحنا كلام من هذا القبيل، ده من يأس من المستقبل. طيب وخالد أبو العطا بيقول شكرا. ده سببه إيه تعرفي؟ لا. ده سببه التركيز فقط على اللي بيحصل في الماضي. هي شغلة. حضرتك قصدك على هدير. ده سببه إن هي لما تيجي تحللي أفكارها تلاقي كل أفكارها إنها بتركز في اللي فات بس، ما بتركزش في أي حاجة جاية. واللي فات ده عمل لها خوف بقى طبعا من اللي فات ده بتعمم. هو إيه الجنراليزيشن ده بيعمل إيه؟ إن أنا بجيب كل الخبرات السابقة السلبية واقول ان انا في المستقبل هلاقي نفس النيجاتيف اكسبيرينس برضو. تمام. طيب خالد ابو العطا شكرا على الكلام اللي انت كاتبه. وهو عنده سؤال، ازاي ما نقلقش على اولادنا؟ دي احنا لازم نعمل حاجه ليها علاقه بالتربيه، او حلقه ان شاء الله قريبا جدا ليها علاقه بالتربيه، لان الموضوع ده مهم جدا. في اولياء امور كتير جدا بيتصرفوا تصرفات هم مش قاصدينها، بس بتاثر مستقبليا على نفسيه اولادهم. هو المساله دي في مجموعه فيديوز انا عاملها عندي على الصفحه بتاعه الفيس، يقدر يشوفها، ومجموعه مقالات اسمها الاخطاء في تربيه الابناء. طيب. يقدر يشوفها يعني يتابع بالظبط، هيلاقي كل الحاجات اللي هو بيعملها احنا كاتبينها له ونقول له يعني ازاي ما تعملهاش. طيب لا ان شاء الله يعني. وبعد كده اكيد هنعمل حلقه برضو عن موضوع التربيه باذن الله. طيب معانا تامر من السويس. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عايز كنت عايز اسال الدكتور، انا معايا والدي عنده زهايمر. دكتور سامعك يا تامر، قول له بقى مشكلتك كده على مهلك، اتفضل. حضرتك، انا والدي عنده 72 سنة. تمام. وبدأت معاه اعراض الزهايمر. تمام. وديناه لدكتور في القاهرة واداله علاج اللي هو الدنهايمر والرمارون ما تقولش اسامي. ماشي يا دكتور، ماشي. اداله علاج عامة، بدأ يتحسن شوية، وبعد كده الحالة رجعت مش هي خالص. بقاله قد ايه بياخد الدواء ده؟ بقاله دلوقتي داخل على سنة ونص. سنة ونص. انت بتتابع مع الدكتور كل قد ايه؟ بتابع كل 3 شهور. طيب قرب الفولو شوية او خد انذر دياجنوزس. يعني تاخد تشخيص تاني. لان ممكن ما يكونش الزهايمر، ممكن يكون في سايكوتيك فيتشرز بس. يعني ممكن ما يكونش وصل يعني ممكن ما يكونش الزهايمر، ممكن يكون في سايكوتيك طيب. فيتشرز. هي صورة ذهنية للاضطرابات الذهنية. حضرتك هو دلوقتي بقى له زيادة عن قعد 5 أيام ما ينامش. تمام. وفجأة دلوقتي بدأ ينام بطريقة رهيبة ومفيش تحكم في الأعصاب خالص. درجة ان هو ما بيقدرش يروح الحمام، بيعمل على نفسه بتاع كده. بص، في الحالات دي ما ينفعش ان احنا نسكت الثلاث شهور دول كاملين، لا لازم ان احنا بنعمل فولو على طول، علشان خاطر بتسيستم الحالة على سيستم معين اللي هي بيسموها الضبط على الأقل ولا على الأكتر. يعني في ناس تظبط على الأكتر اللي هي تدي كم من الأدوية كبير جدا، وفي ناس تظبط على الأقل اللي هو بتبقى أدوية بسيطة والدنيا تمشي. فلو سمحت خد انذر دياجنوزس او ان هم يرشحوا لك حد على البيج تروح له ان شاء الله. ان شاء الله يبقى بخير وتطمن عليه ان شاء الله. شكرا يا تامر. طيب معانا مين يا جماعه؟ مع عزه من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا عزه. لو سمحتي ممكن اسال الدكتور في سؤال؟ اتفضلي. دكتور انا واحده عندي 42 سنه، فتملي بجد على اسناني فعلا وانا نايمه. انا كنت سامع السؤال ده من شويه. حبيت اسال، يعني انا عندي بالتملي بجد على اسناني نايمه، فدلوقتي الموضوع زاد. ممكن وانا قاعده كده يعني انسى واجد برضه على اسناني؟ درجه اسناني ما كشفت قبل كده عن دكتور السنان، قال لي سنانك مبريه على انك بتجد على اسناني. طيب انت عصبيه شويه؟ ايوه. صوتك عالي حبتين؟ اي حاجه بتعصبك؟ اقل حاجه بتنرفزك؟ الناس اللي حواليك مطلعين عينيكي؟ ايوه. طب وانت بتجز على اسنانك ليه؟ ما تريحي نفسك وتعضيهم. يعني ليه تعملي في نفسك كده؟ لا مش عايز حاجه في الدنيا تضايقك خالص. هنقول لك طب تعملي ايه؟ طيب وزنك كام معلش؟ وزني 110 او 105 حاجه. ليه بقى كده؟ ليه؟ ليه نعمل كده؟ طب هقول لك، انا عندي انيميا حاده وحاولت اعمل رجيم كتير
وعملت فعلا وكنت اخس وارجع اخس وارجع لاني طب انا هقول لك على طريقه تخس بيها من غير ما تاثر على الانيميا. حاضر الله يكرمك عشان خاطرك انت. شكرا يا عزه. اتفضل يا دكتور بقى نرد على مدام عزه. نرد على عزه. بص يا ستي، هي مساله الناس العصبيين دايما تلاقيه بيتحول من فيري سنسيتيف بيرسوناليتي لهايبر تنشن بيرسوناليتي، يعني من شخص شديد الحساسيه لشخص شديد التوتر، فبيبقى قاعد اعصابه ملتهبه عامل زي السلك المكشوف. اقل حاجه كده تخليه يعني مهايبر. وهنا تلاقيه دايما طول ما هو قاعد عمال يفرك، بس عارفه اللي بيجري في المكان هو بيبقى كده. فبيجري في المكان ده هو قاعد تلاقيه عمال يجز على سنين. يجز يعني ايه؟ يعني دول بيتحركوا كده يمين وشمال. أوكي. وهنا بيبقى عامل زي القنبله الموقوته، لو جه حد يعني عدى من قدامه ممكن ينفجر فيه. المساله هنا بتزيد لو الوزن زايد شويه، ده بيحسسه بالململه اكتر. احنا حاليا بنطبق مجموعه من البرامج بتخلي الناس تخس من غير دايت. لان الدايت القائم على الحرمان ده اثبت ان هو بيجيب ديبريشن، بيجيب اكتئاب حقيقي. فحاليا دلوقتي بنعمله، وده نطبقته في اكتر من دوله وجاب نتائج كويسه جدا. عندها انيميا بتقول اتصبري بقى. الانيميا دي بتيجي من الحرمان. ان هي لما بتمتنع عن اصناف معينه تماما كويس. وبتاكل حاجات بنلعب تانية. بقى على حاجه اسمها الرجيم العقلي. ان احنا بندخل سيستم معين في عقلك، السيستم ده لا يسمح ان وزنك يزيد. طب وهي تعرفوا ازاي بقى السيستم ده؟ في مجموعه مقالات عندي على البيج تخش تقراها، او الكورسز دي في اتفاقات ان احنا نعملها في مصر ان شاء الله قريب ان شاء الله. عزه تابعينا واحنا هنقول لك برده تقولي مبدئيا مفيش رجيم قائم على الحرمان ابدا، واي دايت ممنوع فيه وجبه الفطار او وجبه الفطار فيه قليله ده هيضرك. ده فيه مضره كبيره جدا، دي ممكن نقعد نتكلم عنها للصبح. الهرمونز بتاعت البرين اللي هو المخ اللي جوه الجمجمه ده، ده بيتاثر جدا بان وجبه الفطار ما تبقاش موجوده، بيعمل لك مشاكل قاتله. يعني حاجه كده لا تتخيل. ده في ناس متعود تقول لك انا ما بفطرش، ده ما ينفعش خالص. ده بقى هتلاقيه طول الوقت اوت اوف مود، هتلاقيه ديبريست طول النهار ديبريست، بس يجي بالليل يبقى عنده ايه؟ انستيبل مود، يقعد يفرك ويململ ويروح ويجي ويدبها بالليل وينام. يحلم بكوابيس فوزنه يزيد، يحصل له مشاكل وهكذا. تمام. هتفطري كويس جدا يا مدام عزه، واي حاجه هتاكلها في الفطار هي كده كده مهضومه. ان لم تبذلي نشاط بدني فانت بذلتي نشاط ذهني، فكده كده الوجبه هتتحرق. تمام. افطري كويس قوي بقى. والغدا معقول ومفيش عشاء خالص وما تتعشيش. للضروره قوي العشاء كارثتك او فجر. للضروره. بص انا هقول لك، معلش انا عارف انت عايزه تستعجلي، بس انا هقول لك على حاجه مهمه قوي. لا مش عايزه استعجل، في وجبه الفطار. وجبه الفطار دي اقولها دلوقتي ولا بعد الفصل؟ لا نقولها دلوقتي. طيب، لما انت بتصحي مثلا من النوم تقعدي لغايه الساعه 10 11 12 ما تفطريش. في ناس بتقعد لستة مساء ما تفطرش. طيب اللي بيحصل لغايه الساعه 11 12 اعضاء جسمك بتطلع في مظاهره، تروح تقابل رئيس مجلس الوزراء اللي هو مين؟ الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي ده قليل حيله، اعضاء الجسم عايزه تاكل مش لاقي اكل، مفيش اكل. فهو بياخد الشكوى بتاعتهم ويطلع لرئيس الجمهوريه اللي هو مين؟ المخ. المخ بيصدر قرار فوري واجب التنفيذ، يا اعضاء جسم مها في حاله مجاعه. ما هو مش عارفين ان انت اللي ما بتاكلينش، واحنا مش عارفين هيجي لها اكل امتى. بناء عليه كل مكون من مكونات جسمك مطالب انه يستخدم اقل طاقه ممكنه عشان يعيش اطول وقت ممكن. الكبد يعمل باقل كفاءه، الكلى تعمل باقل قدره، البنكرياس يفرز اقل انسولين. حاله الخمول العام لاجهزه الجسم، انت ممكن تكوني اكتف، بس الخمول ده بيقلل هرمون السيروتونين في المخ. وده الهرمون اللي في غيابه بتحس بالقبضه والخنقه والململه وتبقي متضايقه وحاسه ان في حاجه وحشه هتحصل. كل ده من وجبه الفطار. كل ده من وجبه الفطار. لذلك من اهم البرامج العلاجيه الناجحه اللي بندرب الناس عليها ان انت بتهندل يومك بالاكل. الاكل مش اسلوب حياه، الاكل استمتاع بالحياه. تمام. طيب ده كان ردنا على مدام عزة. احنا هنخرج لفاصل سريع مشاهدينا ونرجع علشان نكمل حلقتنا، خليكم معانا. احنا ما قلناش الخطوة رقم 10 من الخطوات اللي احنا قلناها في بداية الحلقة، وهننفذ الخطوة دي قدامكم دلوقتي عمليا. الدكتور بقى يشرح لنا هنعمل ايه بالظبط. طبعا يا مها، احنا البروجرام بتاعنا قلنا ان هو مكون من 10 خطوات. وشرحنا تقريبا الخطوات التسعه، حاولنا ان احنا نشرحهم بشيء من التفصيل بس عشان وقت الناس ووقت الاتصالات وكده.
تمام. ولكن طبعا انت متخيله دلوقتي ان انا هشرح لك الخطوه نمره 10 وهقول لك تعملي ايه وحاجات من هذا القبيل. هو الفكره ان انا مش هعمل كده خالص، بس انا خدت منك اتفاق في الاول ان اللي انا هقول لك عليه هتقولي عليه حاضر ونعم. فبعد اذنك حضرتك مشكوره. الخطوه اللي جايه دي اسمها التامل، ان انت تمارس التامل. التامل ده اللي هو المديتيشن. المديتيشن لو مارسته صح على فترات متقاربه ده بيغير حياتك من حاله لحاله. فترات متقاربه تقريبا كل يعني المفروض ان انت تعمله كل يوم. احنا مطالبين ان احنا نمارس التامل كمسلمين 5 أيام في اليوم، 5 أيام، 5 مرات في اليوم الصلاه اللي هو في الصلاه. لذلك ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها، لانك ان مارست الصلاه صح فانت دخلت في مديتيشن صح. كل الديانات تمارس المديتيشن، يعني اللي بيعبد اي حاجه، الناس السيخ، ديانات السيخ اللي بتعبد الطبيعه بيمارس المديتيشن. لكن المديتيشن الناس بتمارسه بشكل غلط. يعني احنا لما بنيجي نصلي الصلاه مش ان انت تعمل طقوس. لذلك احد الصحابه قالوا له نقطع رجلك ازاي؟ قال لهم اول ما ادخل في الصلاه اقطعه. ده مديتيشن، ان هو بيبقى مركز قوي بكل حواسه وبروحه. المديتيشن ده بيعلي الروحانيات بتاعتك جدا فبيخرجك احسن بكتير. لذلك قال النبي ما بال احدكم امام داره نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم ايبقي ذلك من درنه شيء؟ يعني هيبقى عليه شيء من الاتساخ؟ استحاله. الصلاه دي لو انت مارستها صح بتبقى كده. لغير المسلمين برضه بتمارس صلواتك العاديه، ولكن احنا بنكلمك في المديتيشن اللي هو فن توقيف الافكار. يعني ايه فن توقيف الافكار؟ انت عارفه البيبي بيبقى بيتصرف ازاي؟ يعني كل حركاته بتبقى عشوائي لغايه ما يبدا يدرك انه ازاي يتحكم في ايده دي يجيبها كده، وازاي يتحكم في ايده دي يجيبها كده. انت افكارك بتبقى عامله زي البيبي في بدايه عمره. طيب نتحكم بتبقى فيها. كلها رايحه. المديتيشن بيخليكي تتحكمي في الافكار دي وتجيبيها. طبعا المديتيشن بيبقى ريليتد بالريلاكسيشن، بنمارس الاثنين مع بعض، الاسترخاء. فاحنا المره دي مش هنعمل لك ريلاكسيشن ولكن هنعمل لك مديتيشن. هتعمل لي ازاي؟ حاضر ونعم. طيب والناس اللي قاعده اقوم؟ تقومي وتيجي في الضله هنا. طيب تعالي. تمام. طب الناس اللي قاعده هتعمل زينا ولا الناس اللي قاعده هتعمل زينا؟ هو الناس طبعا احنا عندنا زحمه في الاستوديو كبيره جدا، فاللي عايز يعمل زينا يعمل زينا. اتفضلوا يا جماعه. بس احنا هيبقى عندنا مشكله كبيره ان لو كلكم نمتوا انا مش هعرف اختم الحلقه. سواء يعني كلكم تعملوا من غير حد واحد بس هو اللي يبقى فايق. يعني نقوا اكتر حد صلابه عشان يبقى فايق بعد كده والاقي حد يروحني عشان عندنا صلابه او حاجات كده. بالنسبه لمها لو ما فاقتش احنا يا جماعه احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. يعني احنا مفيش في ايدينا حاجه كبيره. بصي يا جماعه الكلام اللي هنقوله لك ده كلام مهم، ده فيه فلوس كتير واحنا هنعمله لك عشان خاطر الناس تستفيد بيه. عشان تنجحي فيه اوعي تفتكري ولو للحظه ان انت على الهوا. تمام. طلعي من بالك ان انت في اي برنامج، وطلعي ان الناس شايفاكي، وحاولي تستغلي من حد كل التكنيكس اللي هو عايز يديها لك النهارده. اوكي تمام. المديتيشن ان احنا هنوقف الافكار عند نقطه معينه ونروح لمنطقه النافينج عشان نحط فيها اللي احنا عايزينه. تمام. كل اللي اقوله لك هتعمليه بالظبط. حاولي تسترخي جدا. طبعا مش المفروض في المديتيشن ان احنا بنكون لابسين لبس يعني ممكن يكون مضايقنا او حاجه، المفروض تبقى لابس ملابس فضفاضه وتبقى حاجات مريحه ومفيش شوز. طب احنا بنعمل مديتيشن كروك يعني كده؟ بس احنا هنحاول. لا ما خدي بالك انت برضو مش دكتور عظم يعني، ده انت لو لابسه يعني بدله سيفتي هخليكي تعملي مديتيشن. هنحاول نوصل ده، ولكن كل الناس اللي بتشوفنا يا ريت تحاول انك تعمل ده. اقعد على كرسي مريح، خليكوا معانا بقى. اعمل بالظبط اللي احنا هنعمله ده دلوقتي، لان انت هتمارسه لمده 7 أيام كل يوم وتفضل معانا، وبعدين تتابعنا بقى على البيتش حتى وانا بره مصر تقول لي والله يا دكتور انا عملت كذا، خصوصا الناس اللي اتكلمت واشتكت من العصبيه او الانفعال او حاجه من هذا القبيل. ارجوكم ركزوا معانا في ده كويس جدا، حاولوا تستفيدوا منه كويس جدا، اعملوه بمنتهى الصدق واستحضر نيتك في ان انت تستفيد. بصي هتكحي هتعطسي مفيش رحمه. حاضر ونعم. حاضر. اتفقنا؟ يلا. بصي يا ستي انت هتسترخي جدا. تحاولي كمان تفردي رجليكي قدر الامكان. اوكي عشان ما تجيش على الباركيه وتعمل صوت هايل. هتسندي ظهرك قدر الامكان وتسترخي خالص، كفينك على فخذينك كده. هتغمضي عينيكي ومش هتفتحي ابدا ابدا ابدا. انت ممكن ترفعي المخده اللي وراكي اكتر عشان تسندي دماغك اكتر. لا كده كويس هايل.
ركزي بقى معايا كويس. مش هتفتحي عينيكي خالص الا لما انا اقولك، وهترد عليا باشاره نعم لما ترفعي صباعك الكبير كده. ازاي دي يعني نعم؟ اه ما ترفعيش ايدك، هترفعي صباعك كده بس. اوكي افردي ايديكي. ركزي كويس جدا. احنا دلوقتي مش في التلفزيون والناس مش شايفانا. انت دلوقتي موجوده في مكان محدش شايفك فيه خالص، ومش المفروض ان انت تيجي تقنعي نفسك باي حاجه غير كده. سيبك من كل حاجة انت موجودة فيها دلوقتي. ما ترديش عليا بام، ردي بصباعك بس، وسيبي شعرك زي ما هو، ما حدش هياخد منه حاجة. طيب ما تتحركيش خالص. ركزي كويس واستدعي فعلا كل حالات الاسترخاء اللي انت مريتي بيها قبل كده. نظمي نفسك كويس جدا وتنفسي ببطء على قد ما تقدري، وما تفتحيش عينك ابدا. حاولي بشتى الطرق انك تسمحي لعضلات دماغك انها تسترخي. ارخي عضلات دماغك قدر الامكان. اسمحي لعضلات وشك انها تسترخي. ارخي عضلات وشك قدر الامكان. ادي اوردر لكتافك انها تسترخي. استرخي جدا على قد ما تقدري. حاولي ان انت توصلي نفسك لحاله من الهدوء، وانسي اي حاجه ممكن تكون بتحصل حواليكي دلوقتي. انسي تماما الناس شايفاكي، وانسي ان اي حد ممكن يعرف ان انت بتعمليه ده وصلك لايه. استفيدي بس من اللي احنا بنقوله. ارجوك يا مها افتكري كل حاجه انت ممكن تكوني مريتي بيها ضايقتك، كل الناس اللي عملوا لك مشاكل في حياتك، كل الخبرات اللي ممكن تكون عصبتك قبل كده، كل موقف سيء انت مريتي بيه، كل حاجه كانت مؤلمه او مزعجه انت حسيتي بيها، كل حاجه ممكن تكون وصلتك لحاله من الاحباط او الياس، كل حد شككك في باقي الناس اللي حواليك، وكل ناس حسسوكي في وقت من الأوقات ان انت متلخبطة. استدعي كل الخبرات السلبية اللي مرت بيكي قبل كده، وافتكري كويس ان انت مريتي بيها وانتهت. الخبرات دي انتهت، دلوقتي انت بقيتي اقوى منها. انت عديتي الخبرات دي، كل موقف وحش انت مريتي بيه خلص، وكل ازمة انت عديتي بيها ما بقتش موجودة، كل ناس انت تعرضت لهم بشكل وحش ما بقوش موجودين دلوقتي حواليك، حتى لو كانوا موجودين. انت تقدري تعدي كل موقف زي ما عدتيه قبل كده. سيبك من الماضي، اوعي تفكري فيه ابدا، وكل لحظه عدى عليها 10 دقايق هي ماضي، اوعي تفكري فيها ولا تستدعيها. اطلقي العنان دايما لان انت تركزي في كل حاجه فيها مستقبل. استدعي كل الحاجات الكويسه في المستقبل. حطي قدامك الهدف اللي طول عمرك بتحلمي بيه. حطي قدامك النيه. استحضري نيتك جدا. استحضري عظمة الرب اللي خلق لك هذا الكون، وحسسك وهو صادق جدا في ده انه هيعمل لك كل حاجة انت عايزاها. حط في بالك الهدف اللي انت عايزة توصلي له. تخيلي الهدف جدا. افترضي حاجة واحدة انت عايزة تحققيها، حطيها قدامك وتخيليها بصدق. ارسميها، لوني الرسمة اللي انت رسمتيها. شوفي نفسك في المكان اللي انت عايزاه. تخيلي ده بصدق. روحي لأبعد مكان جواك، روحي لأبعد نقطة في تكوينك، للسورس، روحي للمصدر، للأصل بتاعك. روحي لأبعد حاجة جواك عمرك ما شفتيها قبل كده. وصلي للنقطة دي بصدق. تخيلي هدفك اللي انت عايزة تحققيه بنية واضحة وبصدق أكبر. خلي الهدف قدامك. استشعري كل النفحات اللي ربنا ادهالك. خدي نفس كبير جدا بعد ما وصلت للهدف. حاولتي فعلا ترسمي، شاوري بصباعك، برافو. حاولي تخلي الصورة دي قدامك أغلب الوقت. حط النية وعقد العزم إن الهدف ده هيتحقق، وإن أنا اتغلبت على كل الصعوبات اللي كانت موجودة قبل كده، وعديت كل المحن اللي مرت بي قبل كده، ودلوقتي أنا هشتغل وبذكاء وبجد ومن غير اي حاجة ما توقفني علشان اوصل لهدف اللي انا رسمته قدامي. هروح للمنطقة دي وهعمل اللي انا عايزاه. هخرج من الداتا اللي حواليا كلها، مهما كانت مزعجة او مؤلمة، مهما كانت صعبة او عنيفة، مهما كان فيها مشاكل، مهما الناس ضايقوني او حربوني او وقفوا ضدي،
مهما وصلت لدرجة من الألم والأسف الماضي، أنا هخطط دلوقتي للمستقبل، أنا هوصل للهدف اللي أنا رسمته قدامي، أنا هستعين بكل حاجة ربنا ادهاني، أنا هبدأ بالسعي من دلوقتي بنية صادقة، والكون كله مذلل لخدمتي، والكون كله مسخر لتحقيق هدفي. هسعى بكل الطرق الحلال، هفيد كل اللي حواليا قدر إمكاني، هجدد النية والعزم مع كل نفس أنا باخده، هخلص النية لربي إن أنا هفيد كل الناس أول ما أحقق اللي أنا عايزه. هكون من الناس اللي ربنا قال عليهم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. هكون أفضل خليفة لله في الأرض بتعميري للكون وتعميري للأرض وإثباتي للخير من جوايا قبل ما أديني الناس. خلي الهدف دايماً قدامك، انسي كل حاجة أنت مريتي بيها قبل كده، زحيها بإيدك بعيد عنك، حاول إن أنت تصرفيها عنك بعيد تماماً. حط بنفسك في أبعد مكان جواكي. قدامي خيار من اتنين، يكون زي ما أنا عايزة، يكون زي ما أنا عايزة، مفيش أوبشن تالت. قدامك حل من اتنين، إما إنك تقدري فعلا أو إنك تقدري فعلا، وإنت تقدري تعملي ده. الهدف لازم يكون قدامك واضح، استشعري كل حاجة ناجحة أنت وصلت لها، حتى خبراتك السلبية اللي مريتي بيها، نجاحك ان انت عدتيها اوعي تنسيه، بقت ماضي كنت بتتألمي منها قبل كده، ما بقتش موجودة دلوقتي، مش هتكون موجودة في المستقبل. مدي ايدك ناحية الهدف، ضم قبضتك عليه جدا، ايدك اللي جواكي، شخصيتك اللي في المصدر، اطلق العنان ليها قوي، روحي لها بمنتهى القوة، روحي ناحية هدفك بمنتهى الصدق، اكسبيه بمنتهى الدقة، امسكي فيه على قد ما تقدري، اقبضي ايدك عليه، ضمي ايدك عليه جدا، ارتقي وانتشي علشان خاطر انت هتوصلي فعلا للي انت عايزاه. حاولي انك هنا ما تفكريش في اي حاجة، خصوصا الحاجات اللي حصلت فيما مضى، وخصوصا الحاجات السلبية منها. سيبي الهدف مكانه، اوعديه انك هتجيله تاني قريب، اجذبيه ليكي بكل سبل الجذب السليم، قربي منه بمنتهى الدقة وقوليله مستنياك، هتجيني على الرحب والسعة وانا فتحالك دراعاتي عشان احقق كل اللي انا عايزاه، لان سبق وحققت حاجات كتير، بس دلوقتي انا بركز وبرجع للنقطة اللي غادرت منها، من الحاضر، قوة اللحظة، The power of now، دلوقتي أنا دلوقتي إنسانة حرة، عاقلة، راشدة، غير مرتدة، واقفة على الثبات. أنا دلوقتي في انتظار هدفي اللي جاي. خلي الهدف في إيدك عشان هيتحقق في وقت من الأوقات. حاولي على قد ما تقدري إنك تعملي هذا التدريب كل يوم قبل ما تنامي لمدة 7 دقايق 7 أيام في الأسبوع. بعد 3 أسابيع هتتحقق أكتر من 90% من أهدافك اللي انت رسمتيها في خيالك وحددتيها في نقطة الوعي ورسمتيها في الشعور حتى لو ما كانش محسوس دلوقتي. حاول انك ترجع للواقع اللي احنا فيه وتاخد نفس عميق وتطلعي ببطء وتفتح عينيك ببطء. الحمد لله على السلامة. شكرا يا جماعة، المها كانت متعاونة. شكرا. تمام. ارجعي بقى مكانك. طيب. ارجع مكاني لو سمحتوا. وصفي لنا بقى انت حسيتي بايه؟ هو الاول انا بشكرك، مش سهل على حد ان هو يمارس المديتيشن او ريلاكسيشن قدام الناس، كل الناس شايفاه، الدنيا كلها بتتفرج عليه، وانا قاعده مغمضه عينيا ومش عارفه الدكتور هيعمل فيا ايه، مش عارفه ايه. وبعدين انا يعني من ساعه ما جه وهو بيقول لي اللي اقول لك عليه تعمليه وتسمعيه واوامر، متوتره. انا يعني خايفه وبعدين اغمض عينيا، متاكد طب ما ينفعش اعمل كده بغير مغمض، يعني حاسس بيكي. بس انت بذلت مجهود وكنت متعاونه في الاول، ما كنتيش قادره توصلي قوي بس بعد كده وصلتي.
قولي لنا حسيتي بايه. لا انا فعلا فعلا زي ما انت بتقول يا دكتور ما كنتش قادره اوصف في الاول، بس بعد كده فعلا شفت الصوره بتاعت الحاجات اللي انا نفسي احققها وحسيت فعلا ان انا قريبه منها، حسيت ان انا شايفاها في مكان زي ما كون يعني زي ما يعني سمع الكلام اللي حضرتك بتقوله، حسيت ان انا فعلا شايفاها، والوقت اللي حضرتك قلت لي فيه سيبيها في مكانها ورجعي، حسيت فعلا انا سبتها في مكانها ورجعت، بس رجعت للنقطه اللي انا كنت فيها وانا مبسوطه مش متضايقه ان انا ماشيه وسايباها دلوقتي، لاني فعلا كنت يعني حاسه. طيب انا بشكرك، انت فعلا بذلتي مجهود. المديتيشن والريلاكسيشن احنا بنعملها في مكان مقفول، مبقاش فيه غير الشخص والدكتور وبس، لكن احنا عندنا يا جماعه يعني ناس زحمه في الاستوديو وخلف الكاميرات، تخيلوا ان هي بتعمل ده قدام الناس كلها، الناس كلها شايفاها على التلفزيون. اكتر حاجه لو تلاحظوا وطرت مها وابتدت ان كتافها اللي كانت استرخت بيها تطلع تاني بالشكل ده لما ذكرناها بالحاجات اللي ضايقتها قبل كده. دي اكتر هنا ابتدت بقى تاخد الموقف ان انتوا قدامي يا اولاد اللذينه، طب انا هخنقكم. ده رد الفعل الطبيعي جدا. ولكن تذكر ان كل موقف ماضي انت مريت بيه ونجحت في السيطره عليه، انت تقدر ان انت تنجح بعد كده انك تعدي مواقف مشابهه. اتمنى ان 10 خطوات يكونوا مناسبين. بالظبط. مارس المديتيشن 7 دقائق كل يوم قبل ما تنام، 7 ايام في الاسبوع لمده 3 اسابيع او 7 اسابيع، وشوفي النتيجه المذهله بعدها. 3 اسابيع او 7 اسابيع، وابعتوا لنا بقى قولوا لنا يعني حسيتوا بايه واستفدتوا ازاي. ارجو ان احنا نكون قدمنا لكم النهارده حلقه مختلفه وتكونوا استفدتم. طبعا بعتذر للناس اللي ما قدرتش ان هي يعني توصل لنا النهارده عن طريق التليفون، بس هنرد عليكم على البيج. انا عارفه في ناس كتير رجعت بعتت تاني، بس هنرد عليكم على البيج، وان شاء الله رب تكونوا استفدتم النهارده من حلقتنا وما تكونوش زهقتوا مننا بقى في هذه الحلقه المختلفه. دكتور احمد هاروم مستشار العلاج النفسي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. وتقدروا تتابعونا مشاهدينا اي وقت على الشانل بتاعتنا على يوتيوب، تعملوا سبسكرايب لدريم تي في في اي وقت تقدروا تتابعونا. كمان تقدروا تتواصلوا معانا طول الوقت على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش. وانتهت حلقتنا النهارده، كنت سعيده جدا ان انا كنت مع حضراتكم، وشكرا لحسن المتابعه. بكره ان شاء الله هتكون معاكم زميلتي منى فاروق، واشوفكم انا الاربع 9 صباحا بتوقيت القاهره، فكونوا